دكتور محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك؟ كويسة؟ الحمد لله بخير. زي حضرتك؟ الحمد لله، والله في أمان الله. كيفك أمورك؟ كأن صوت حضرتك بعيد شوية، ولا المشكلة من عندي؟ طيب، نحن خلاص يا جماعة، نحن لايف في الهواء، نبدأ. كويس، كيف تعملين يا دكتور؟ أنا سامعك بس صوتك بعيد شوية يا دكتور. دقيقة أغير السماعة. كده سامعني يا دكتور؟ السلام أعمل لك عليكم ميوت. دكتور محمد، كيفك؟ يا دكتور محمد، كده سامع؟ ايوه كده احسن، تخليموش كده كويس. ايوه كويس. تمام تمام. تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونسعى على دروب النجاح. عدنا والعود احمد، رجعنا لك عشان تاه الفرح من دارنا، رجعنا لك وانت فرحنا، رجعنا لك عشان ناحت سواقينا، رجعنا لك وبكت شتلات جميحنا، رجعنا لك عشان يسكت جريحنا، انت جارح قلبه بجراحاتنا نحنا، رجعنا لك وكيف نرفض رجوع القمر لوطن القماري. الشكر لكل الناس يا جماعه اللي وجدت في البرنامج ده السلوى والتحفيز، ونيابه عن اسره مبادره الباحثين السودانيين، يعني نتقدم باسمى ايات الشكر لكل الناس اللي بيتابعوا برامج مبادره الباحثين السودانيين، وهي طبعا مبادره اكاديميه بحثيه من الطراز الاول، سودانيه 100%. كل المشاركات بتبذل من زمن، يعني من زمن قيم جدا جدا، لناس لهم اسهامات في مجال البحوث والدراسات على مستوى العالم وعلى مستوى المستوى الاقليمي. فمساعده الطلاب والباحثين هي دي احد اهداف المبادره النبيله. ان شاء الله الليله يا جماعه، يعني عبر ساعتين، حنسوقكم في درب آخر للنجاح. المرة دي يا جماعة حيكون واحد من الشباب الشق الطريق بكل اقتدار في المجالين الأكاديمي والتقني. نحن معظم الناس اللي كنا بنستضيفهم يبكون في المجال الأكاديمي المجال التقني، لكن الليلة ضيفنا يعني حيورينا النقلة ذات الكبيرة من المجال الأكاديمي للمجال التقني، وبعد ذاك المسك بالحبلين الأكاديمي والتقني. نرحب يا جماعة بدكتور محمد أحمد صالح حسن، أديكم نبذة صغيرة عنه. حاصل على درجة الدكتوراه في علم الجينات البشرية والمعلومات الحيوية من جامعة توبين الألمانية، أستاذ مشارك وباحث في علم الجينات البشرية، رئيس قسم طب الجينات الدقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تفضل يا دكتور. كويس. السلام عليكم ورحمة الله. في الأول أنا سعيد جدا إني أكون موجود معاكم اليوم، وبتمنى يعني إن شاء الله تكون ونسة، يعني ونسة خفيفة على الجميع، وتكون مفيدة في نفس الوقت. وبحب أشكر الدكتور ياسين وكل الناس القائمين على القناة أو على الصفحة بتاعت صفحة الباحثين السودانيين. وحقيقة الحاجة اللي بتقدموا فيها دي حاجة كبيرة جدا والله، فربنا يجزيكم عنا كل خير. يعني بتمنى الليلة زي ما قال دكتور ياسين، لما الزول يكون عاوز يتكلم عن نقاط معينة بالذات في حياته، بتبقى المعادلة شوية صعبة يعني. نعم فأنا بحاول بقدر الإمكان أمشي في نقاط معينة، بحيث إنه يعني كل نقطة فيها أشوف الحاجة اللي ممكن يستفيدوا منها الناس، وإن شاء الله لو في أي سؤال ولا في أي حاجة ما واضحة في كلامي إن شاء الله ممكن أوضحها. الحاجة اللي عاوز أقولها، أنا
الليله عايز اتكلم عن نقطه حقيقه مهمه جدا. قبل ما اتكلم اعرف نفسي واتكلم عن المسيره الاكاديميه او العمليه، عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا وانا شايف حقيقه يعني فيها لبس كبير عندنا احنا في السودان وبالنسبه للطلاب ولكل الناس. يعني انا كلامي الليله ما حيكون مختصر على الناس بتاعين الجيناتيك زي ما الناس يعني مثلا متوقعين مثلا، فانا حتكلم في نقاط بحيث انه الكلام يكون يعني مفيد، لانه انا متاكد الليله يعني في ناس مجموعه كبيره حتشوف الونسه بتاعتنا وممكن يكون من كل المجالات. فانا كلامي الليله حيكون مهم للشخص الاندر جرادويت، الطالب اللي ستيل في جامعه، وناس الماجستير، ناس الدكتوراه، حتى الناس البوست دوك والناس الاسيستنت والاسوشيال بروفيسور حيكون عاوز يغير من المجال الاكاديمي للمجال بتاع الاندستري زي ما انا حتكلم عنه بالتفصيل يعني. فنشوف الاسئله الاولى اللي عندك يا دكتور ياسين. طيب يا دكتور، اول حاجه شكرا لك كثير، يعني احنا عارفين يعني زمنك وعارفين الجهد المقدر، فكتر خيرك وبجد احنا حنستفيد كثير من الونسه. طيب نحن قبل ما نخش نتعمق في الدراسات العليا والمجالين الاكاديمي والتقني، وده حيكون الليله المحور بتاع الونسه بتاعتنا، دارين نعرف دكتور محمد يعني الميلاد والنشأة. كويس. انا طبعا الميلاد كان انا في اللي هو في مدينه الحاجوس او في شرق النيل في الحاجوس مربع 5. درست الابتدائي والمتوسطه في مدرسه الابتدائي جنوب اللي هي برضو كان في الحاجوس في شرق النيل، والثانويه برضو كان في مدرسه الدساي الثانويه. ودي طبعا كان فترة جميلة جدا يا دكتور ياسين، والحمد لله يعني الفترة دي كان الشخص يكتسب فيها زي ما أقول أخوان أكثر من يكون أصدقاء يعني. فالحمد لله رب العالمين، لسه للآن أنا في مجموعة في تواصل مع مجموعة كبيرة منهم، وأنا من هنا بهاييهم كلهم وبتمنى ربنا يوفقهم كلهم في حياتهم. بعد ذاك درست انا في الثانوي في مدرسه ود السائح لثانيه ثانوي. معليش واحنا كنا اقاطعك يا دكتور، المرحله الابتدائيه دي ما تمشينا فيها ساكت كده. والله المرحله الابتدائيه انا بحاول اتذكر يعني اتذكر حاجات كثيره، طبعا هي طويله جدا. فهي انا درست في مدرسه الابتدائي جنوب، وهي المدرسة كان يعني قريبة من البيت. العجيب أنا زمان كنت بشوفها بعيدة المدرسة، لما رجعت كان آخر مرة السودان وشفت المدرسة، فبقيت أحس إنه المكان قريب يعني، يعني بحسها قريبة جدا. فدرست أنا كان في مدرسة الامتداد جنوب، و احنا بالمناسبه الجيل اللي حصل فيه كل التغييرات يعني. يعني مثلا احنا اخر دفعه كان بتاعت المتوسطه معانا درسوا كانوا المتوسطه، وجو اول دفعه بتاعت التامنه. فاحنا الدفعه دي يعني كان دفعتين مع بعض، حتى في ذكر في المعسكر في الدفاع الشعبي. فانا المرحله بتاعتي بين اللي هو في مدرسه الامتداد جنوب طبعا كان زي ما بيقولوا يعني من اجمل المراحل، وكان فيها زي ما بيقولوا حتى مرحله فيها كان الشقاوه يعني، مرحله الشقاوه يعني مدرسه تحت الابتدائي. ف انا حقيقه يعني عاوز اقول شنو الفتره دي كان طبعا في نقطه عاوز اقولها، انه الناس ما يمكن ما تكون كثيره عارفه، انا بعشق تربيه الحيوانات يعني كلها، فهمت، العصافير والاسماك والحياه دي. فانا من سنه اقول لك سادته تقريبا، هي دي اول بتذكر يعني الوالد ربه يديه العافيه والصحه، بتذكر كان هو كان في الامارات. ففي الفتره دي كان رسل لي سألت كان من الأقفاص بتاعت العصافير الصغيرة دي بتذكر. ففترة دي كان دي من المراحل الستيل أنا للآن هي يمكن تكون في مكون شخصيتي يعني الستيل أنا بشتغل على الحيوانات، ودي
من الحاجات الناس القريبين لي بيعرفوها جدا يعني، حتى اطفالي برضو عندهم نفس الشغف يعني. فانا كنت بين يعني، ما عاوز اقول انه كنت بحب التربيه بتاعت العصافير الكلاب والكدائس والحاجات دي بفكره كثيره يعني. فبتذكر من الحاجات اللي كنت، كان يومي كله اغلبه يكون مع العصافير والحاجات دي يعني. بتذكر انا يعني حتى الاقفاص بتاعت العصافير والاقفاص الكبيره دي انا كنت بعملها انا لوحدي يعني. فانا دي ممكن من الحياه الاصل ما انساها. وللان يعني في الفتره دي يمكن في حاجات بدات تتشكل يعني في شخصيه الواحد يعني. الفتره بتاعت اللي هو بتذكر مرحله بتاعت سنه سادسه ابتدائي، فبدات اتذكر اول مره بعصافير صغيره كده، كان كنار. بعد شويه الشغلانيه كبرت، فعملت الاقفاص، كان عملت قفص ضخم جدا. وبتذكر يمكن في تانية متوسطة ولا تالتة كان عندي أكثر من 13 أو 14 نوع من أنواع العصافير يعني. فحتى جزء منها الوقت ذاك يعني، في جزء كثير أنا من الناس الأوائل اللي دخلت السودان. بتذكر في واحد ما بعرف يمكن لو استيل، أنا بتذكر اسمه هيثم، في بحري. تذكر الوقت ذاك زي ما بقول الدنيا كان بخير، وكان كنت بدفع له بيجيب لي العصافير من سوريا. فانا كنت مدمن بتاع الحاجه دي يعني، انا ستيل مدمن يعني. حتى اقول لك يعني من الحياه اللي يمكن الناس القريبين مني بيعرفوني جدا. فاول حاجه بعملها في اي مدينه امشي يعني، امشي اول حاجه بقوم بعرف الحتات اللي فيها العصافير والحاجات دي. يمكن ما جيت ان تاتش بيها كثير، لكن لازم امشي ازورها وامشي اساله كده يعني من الحياه دي. فحتى انا حاليا في الامارات برضه، دي في المدينه، انا في ابو ظبي. فمن نفس اللي هناك مشيت شفت المراكز الاول، المحلات هنا بتاعت العصافير وكده. ف يعني المرحله بتاعت الابتدائي انا شايفها هي يا او بالنسبه لي هي، عاوز اقول لك انا كنت فيري ماتش يعني زي ما بيقولوا انفولف في تربيه الحياه دي مع المدرسه يعني. فهي دي يعني كل ما اذكرها المرحله بتاعت الابتدائيه فيها طبعا يعني الحمد لله زول اتعرف على مجموعة من الإخوان للآن يعني بتربطني بهم العلاقة بتاع الصداقة. و يعني سبحان الله بعد السنين دي كلها يعني، أتذكر أنا يعني أنا طبعا طلعت من 99 من السودان، والرحلة بتاعت الهند وألمانيا وبتاع. بعد الفترة دي كلها لما أجي تاني أحس إنه الويد في حتة يعني، أحس إنه كأنه أنا مشيت كده يومين ثلاثة ورجعت تاني قابلت الشباب يعني. فسبحان الله الناس كلها حس الان يعني زي ما بيقولوا يعني تفرقت في الحياه، لكن ستيل الويد موجود يعني. فهي دي من الصداقات الزول بيحتز بيها جدا في الفتره بتاعت الـ طيب ده كلام جميل جدا جدا. طيب يا دكتور معلش، بس انا هسألك سؤال كده سريع، اللي هو الميجر بتاعك اللي هو الجينات البشريه والمعلومات، التربية بتاعت الحيوانات دي أثرت شنو أو أضافت للعلم ده شنو، أو العلم ده أضاف لها شنو؟ كويس. انا اقول لك حاجه، هو يعني مثلا يعني حاجه غريبه جدا، انا ما قلت لك الحاجه دي ارتبطت حتى بالتخصص بتاعي يعني. بتذكر انا لما بديت التربيه بتاعت العصافير دي، بتذكر وانا في سنه سادسه ابتدائي تقريبا، سادسه او ممكن اقل من كده، فكان خدت لها قفص صغير كده، فكنت مدمن. ويعني الوالد الله يديه العافيه كان بيشجعني في الاتجاه ده يعني. يعني بتذكر من هو من الامارات كان بيرسل لي الكتب الانجليزيه المترجمه للعربي يعني، في كتب انجليزيه كان مترجمه عن تربيه الببغاوات والببغاء والحياه دي كلها، عصافير دي بتذكر، والاسماك والحياه دي كلها. فكان هي كتب انجليزيه مترجمه باللغه العربيه، فكان كتب جميله يعني، يوروك كيف الحاجات بالصوره زي ما بقول فيري ساينتفك يعني، كيف التربيه والاكل والتغذيه، ومن ضمنها برضو الحته بتاعت الجينيتكس اللي هي حته بتاعت البريدنجز، فبتاعت الالوان، اختيار الالوان، ويعني العمليه بتاعت البريدنجز بتاعت العصافير. لو انت محتاج اللون الرمادي المفروض يكون الكروس بين الميل والفيميل يكون كيف. فانا من الوقت ده
يعني حقيقة الحتة بتاعت الجيناتكس دي يعني كان من مستهوياني يعني جدا من الوقت ذاك يعني حقيقة، فبقت موجودة. وبتذكر حاجة ما أنساه، يوم كده كان الوقت ذاك في تلاتة كان ناس كثيرة ما من الناس الموجودين ما ايش ما يتذكروها، كان في القناة بتاعت قناة الخرطوم الوقت ذاك، الطاقة ما كان موجودة والقنوات الكثيرة دي ما موجودة، فكان في القناة طبعا القناة السودانية وكان في قناة الخرطوم اللي هي بيجيبوها بهنا. فبتذكر الكلام ده انا بحضر في قناة ام بي سي الوقت ذاك وكنت موجود. بتذكر في الوقت ذاك كان برنامج بتقدمه كان اسمه نشوى الرويني الوقت ذاك المذيع، ففي الوقت في بتذكر في الحلقه بتاعتها دي انا دي حاجه ما انساها للان يعني. في الحلقه دي كان استضافت وحدي دكتوره عراقيه، انا اتذكر الكلام ده، دكتوره عراقيه عامله كان دكتوراه في الجينيتيك انجينيرنج. فانا كنت بحضر في الغناء وكان معاي اختي نجلاء الله يديها العافيه، هي في اختي الاكبر وهي الوقت ده كان في الخرطوم، جاء الخرطوم علوم. فقمت سالته قلت له يا اخي الجيناتيك دي شنو؟ هو الجيناتيك انا الهندسه الوراثيه، كان بيقول يعني في هناك كان بيتكلم انه الهندسه الوراثيه بالمصطلح ده يعني. فانا بتذكر كنت بساله الهندسه الوراثيه دي شنو؟ فهي بتقدر تقول لي ياخذ المجال بتاع الجين. وكنت يعني انا بتذكر للان كنت بحضر يعني البرنامج ده، هي كان حلقه كده زي ساعه، انا بتذكر حضرتها كلها وبشغف ما عادي، وكنت طوالي بقوم بحاول اربط يعني بين الحاجات دي مع العصافير اللي عندي يعني الجينيتكس، وانا اوريدي كنت بقرا يعني بقرا على الجينيتكس في طبعا ما بالمفهوم المعمق ده، لكن كان في نقطه بتاعت البريدنجز، فانا كنت النقطه دي اوريدي كنت اوير بها يعني. ف يعني ياسين انا اقول لك حاجه، انا حقيقه في الوقت ده اخترت كان المجال بتاع الجينيتكس يعني، حتى بتذكر اخواني هسه عارفين النقطه دي، او في الكتب زمان كنت بكتب، ودي من الحاجات سبحان الله الغريبه للان يعني حتى اخواني عارفين النقطه دي، كنت الوقت ده كان بكتب السيره الذاتيه، محمد احمد درس ما بعرف المدرسه البدائيه ما عارف الدكتوراه بالمانيا بالمركز القومي للجينات البشريه، والله العظيم هاي كنت بكتبها في الوقت ده. طبعا من حيث في نهايه السيره الذاتيه كنت بكتب توفي سنه 2017 2017 سبحان الله والله العظيم انا يعني حتى يعني اخواني هسه قبل فتره جابوا لي الحياه دي وقاعده يعني موجوده عندهم الحياه القديمه اللي بكتب فيها، فبكتب سيره طويله والوقت ده 2017 كان يعني بعيده يعني ده. طيب فسبحان الله 2017 حصل فيها شنو يا دكتور؟ 2017 دي انا موجود في السودان، 2017 دي انا في عز الباي انفورماتكس، انا خلصت الدكتوراه في 2000 2013 او 2000 سبحان الله. فدي من الحاجات اللي انا ما انساها، لكن انا اقول لك حاجه يا سيدي، يعني انا اصلا ما كان عندي اي لبس بحكايه الجيناتكس دي يعني للان، انا للان متعتي الجيناتكس واغلب الناس القريبين لي يعرفوا الحاجه دي يعني، حتى في التدريس يعني يعني ممكن عادي المحاضره تمشي لاول ثاني مثلا 6 7 8 ساعات يعني، ممكن ده يكون ديسكشن بس في الجينيتكس. فادخل من الوقت ذاك هي دي كان من النقاط الاولى يعني، الجينيتكس دي كان في بالي يعني، حتى لما مشيت الهند يعني هي دي من النقاط الاولى اللي كنت ميلي خاطر بالي يعني. يا سلام، ده كلام جميل جدا جدا. انت عارف ذكرتني يا دكتور حاجه جميله، خلاص في حاجه اسمها السكيل فورميشن اللي هي الشخصيه بتاعت الـ 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 ممكن نقول شنو الشخصيه العمليه او العلميه للانسان بتتكون في مرحله مبكره جدا جدا. عشان كده دائما بنلقى الدول المتقدمه يعني بيركزوا على التعليم بتاع الاطفال بصوره ما عاديه، يعني ما بيركزوا على التعليم بتاع واحد اثنين وكتب كبيره وشنطه كبيره وكده، لا لا، بيتعلموا انه يشوفوا الطفل ده يخطوه في مجال.
فواحدة من الحاجات دي مثلا في هولندا، في هولندا من بدري جدا بيخطوا الطفل ده في المجال بتاعه خلاص، انه مثلا مهندس بتاع سدود بيمشي في المجال ده من بدري يعني، بعدك بيكون مفتون صح بالحاجة صح دي، صح العاب وحاجات كلها بتتشكل على الحاجة دي. فانا سعيد جدا الليلة انك انت عملت لنا لمسة كده للحتة بتاعت السكيل فورميشن، وحنتكلم عنها فيما بعد. طيب نجي للمرحلة المتوسطة يا دكتور. كويس. المرحله المتوسطه دي طبعا كان درستها في مدرسه الابتدائي الجنوب برضو المتوسطه، يعني انا كنت بدرس يعني من الابتدائي للمتوسط للثانوي كان بس بيناتهم يعني شارع بتاع زلط يعني، فانا اغلب الدراسه بتاعتي كانت في منطقه واحده يعني، كنت بنتقل من باب ل 400 متر يعني، دي المدرسه البعديه دي المدرسه البعديه. فالمرحلة المتوسطة اللي هي كان في مدرسة الامتداد جنوب المتوسطة، و يعني هي زي ما بقولوا المرحلة بتاعت الشقاوة يعني، يعني مرحلة الشقاوة يعني أكثر حاوية، ممكن تكون مرحلة بتاعت إنه الزول بيحاول زي ما بقولوا إنه يكتشف الحاجات بصورة أوسع يعني. لكن حقيقة يعني أنا عاوز في نقطة مهمة عاوز أقولها، إنه يعني الحكايه بتاعت انه الشخص والله انه يبدا يحدد تراك معين يتخصص فيه ولا بتاع، هي حقيقه يعني مثلا مربوطه بالحاجه بتاعت الادراك او الاويرنس للهدف، الهدف الحقيقي، فهمت؟ يعني انا حقيقه اوكي مثلا المدرسه المتوسطه صح الجينيتكس والحياه اللي كنت بعملها دي ستيل موجوده يعني، وكان دي كان اكتيفيتي ستراتيجي مينلي يعني، انا اغلب وقتي كان كده، يمكن المدرسه اجي راجع يا هو بكون في البيت يا هو مع الحاجات دي، فهمت؟ قمه المتعه بتاعتي كان مع الحاجات دي يعني، فهمت؟ يعني حتى بتذكر انا كنت بعمل في قفص للعصافير دي، بتذكر قفص كبير كنت بجيب اللحام في البيت عشان يلحم القفص في البيت، اي حاجه كنت بعملها يعني هو بيلحم وانا بضرب البوهيه، بركب السلوك، بعمل البتاع جوه، بعمل زي نافوره نوافير وبتاع يعني، حياتي كلها دي انا كنت بعملها. بتذكر انا الحاجه دي ذاتها كانت بتاخد مني، انا بتذكر مره عملت قفص تمام، انا كنت شغال فيه قريب 8 شهور، 8 شهور انا بعمل في الحياه بانتظام، في متى يعني يوميا بجي فانا بعد مرات اقول للناس السكيلز بتاعت البروجكت مانجمنت دي كان انا من زمان موجوده شكلها بس ما كان منظمه، لكن كنت بعمل بلاننج يعني للحاجه دي يعني. فتتخيل انه يعني لدرجه انه وصلت لدرجه العصافير دي كان كبيره كثيره، لدرجه انه الناس من بدايه الشارع كانوا بيجوا، بعد مرات في ناس بتذكر في ناس كانوا بيجوا يدقوا الباب يا اخي، يقولوا يا اخي عاوز نخش نشوف الحياه دي، شوف العصافير دي. فكنت كثير يعني حياتي كلها كان بتدور مع الاسماك والزراعه والحياه دي، حتى الاحواض بتاعت الاسماك دي بتذكر يعني الاكواريوم دي انا كنت بعملها برضه في البيت. فبتذكر لما حتى مشينا الجامعه في الهند في المحاضره بتاعت الزولوجي كان بيورونا كيف تعمل الاحواض بتاعت الاسماك وبتاع، فانا كنت بضحك يعني، بقول له الحياه دي انا ممكن اعملها لكم احسن من الدكتور اللي بيعمل من الحياه اللي بيشرحها يعني. فدي من الحاجات الحقيقه اللي بتذكرها يعني، لكن حياتي كلها بتذكر اقلبها كان يا هو طبعا مع الاصحاب وكده، لكن اقلب حياتي الكبيره كنت في بس زي ما بيقولوا المملكه الخاصه بتاعتي يعني، كده بتاعت الاسماك والعصافير دي بالمناسبه كانت مكلفه جدا يعني. بتذكر انا كنت في واحد بتذكر اسمه هيثم كان بيجيبها من سوريا، حتى انواع حقيقه يعني انا الوقت ذاك هي في جزء انواع منها كثيره بتذكر كنت مش اشتريها منه يعني، هو يجيبها من سوريا وبعد مرات بتطلب الطلب عديل، الاسماك دي برضه كانت بتجي من سوريا. فبعد ذاك هو بقيت انا زي ما بيقولوا عندي هي يعني اتكسرت بكميات ضخمه، وبديت حتى ابيعها وبديت ادي هدايا وكده في المنطقه بتاعتنا في حجوز في كده، حتى في ناس يعني كان بتذكر بيجوا من مدن ثانيه من درمان وين بيجوا للحياه دي. ف ف ف ف يعني زي ما بيقولوا الجيناتكس دي كانت طوال من زمان موجوده يعني في من الحياه اللي انا بتذكرها يعني. طيب ده كلام كويس جدا جدا يا دكتور.
الحاجه يعني انا بس استهوتني الحته بتاعت، انا بحب جدا اي زول يكون عنده هوايه يعني، فعشان كده بتلقى معظم او كل الناس المميزين والوصلوا لمراحل متقدمه جدا من النجاح بيكون عنده يعني بيكون عنده هوايه كويس، يعني هوايه بتاعت انه يمشي يلعب كوره مثلا، يعني هوايه عديل يعني، مش ما كلنا احنا لعبنا كوره الدافوري في الحله وفي النايده، لكن ما كان بصوره كده يعني هوايه، كان انه اولاد الحله لعبوا كوره اوكي نحن نمشي نلعب كوره. لكن انا مفتون جدا بالحته بتاعت انك انت بتربي الحيوانات والطيور والاسماك وبعد ذاك ربطتها بالدراسه بتاعتك. نعم اتفضل. ارجع لك للنقطه بتاعت الاسماك دي. انا قبل يمكن بعد ما سافرت تركيا، الفتره بتاعت الكوفيد 19 يعني، انا سافرت تركيا في 2018 نهايه 2019 وكده، فكنت في البيت. اتذكر يوم مشيت مع واحد صاحبنا كده، كنا حايمين في تركيا، فلقيت عندنا لقيت حوض يعني محل كده بتاع اسماك تمام، فدخلت بتاع الاسماك مع صاحبي ده، قلت له دقيقه خليني اسال، بقيت اسال ياخدي بكام وده، فلفت انتباهي نوع كده معين من الاسماك. بالمناسبه انا في تركيا كان حتى الان لغايه، انا طبعا انا الليله زوجتي اللي راح اتصل من تركيا قبل بتتكلم معاي انه الاحواض امبارح الاسماك ادوها لواحد صاحبنا جه استلمها يعني من تركيا. انا في تركيا بيتي فيه كان سبع احواض، سبع احواض على الاسماك. فانا عندي يعني دي هناك، فبتذكر حتى الاحواض الكبيره بتاعت القزاز، وفي احواض كده مخطوطه بجيب الاسماك دي. يمكن قبل ما انا اتحرك من تركيا اجي الامارات، والله احنا يمكن ما يقارب ال 300 سمكه دي، الاسماك الصغيره اللي عندي انا الولد الزول اللي انا كنت اشتريت منه في وانا جاي مشيت اديته له في ده يعني اديت له، لانه جيت فعلا انا يعني كان اولادي في البيت برضه عندهم الهوايه دي، بيحبوا الهوايه دي. ومن نقاط من الحياه الجميله، انا بناتي جايب لهم ببغاء صغير كده مسمينه كوكو تمام، فحسن لا الناس طبعا قاعدين في تركيا كلها عارفين قصه كوكو ده. كوكو ده يعني دي بي تي ده مرتبطه بهم بصوره ما عاديه، انا جبت لهم صغير كده في ده، فانا بجيبه لهم وانا في نفس الوقت ليه انا برضه يعني لسه دي هوايتي زي ما بقول. فكوكو ده انا اشتريته صغير كده تمام، وبقيت اكله واربيه لما كبر، فبقى موجود يعني حتى بقى طوال معانا في البيت وما بيتخطى في القفص يعني، يكون حاجه برا كده فهمت، حتى لو الشباك فاتح مثلا لو بتاع ما بيطلع برا، يكون موجود بين الصاله ويمشي الغرف ويمشي بتاع والناس اللي بيجوا ماشيين. فكوكو ده لغايه امبارح احنا قاعدين نتكلم في كوكو ده هيحصل شنو، ودانا بنتي تقول لي كوكو ده انا ما هخليه ولازم اجيبه معايا الامارات وبتاع. فكوكو ده برنامجنا يعني. لكن ارجع لك لحكايه الاسماك دي، اوريك انه يعني بعد مرات بتذكر انا كنت في طبعا في تركيا كنت شغال في الشركه بتاعت جيناتيك سيكوينس، يعني هي بتقول تقول بتاع جيناتيك دايجنوستيك كومباني، والدايركتور اللي هو بروفيسور اللي اسمه عبد الحكيم هو تركي تمام، هو في نفس الوقت الدايركتور بتاع كان بتاع الميديكال كوليدج في جامعه ايرجس دي في جنبنا هنا في تركيا. فذكر هو معاي وانا قاعد قام جنب ماشي في الشارع لقاني انا في جنب محل بتاع السمك، وقف العربيه بتاعته هو عايزين في الزوده يا شباب، فجاني قال لحم انت قاعد تعمل شو؟ لقاني قاعد اتكلم مع التركي. التركي ده اول حاجه بتذكر لما مشيت لقيت في اسماك كده صغيره اللي هي بيقولوا عليها الفايتر، لو شفتها اسماك جميله جدا يعني اشكال كده غريبه وكلها الوان وبيسموها الفايتر هي، وعاده بيكون مخطوطه يعني، حتى انا بعد مرات اكون زهقان بقوم بفتحها كده في اليوتيوب بقعد اتفرج عليها انت، فعاده هي بتتخطى لوحدها يعني، ما بيقعدوا اثنين مع بعض يعني، ما بيقعدوا تو ميلز مع بعض ليه؟ لانه ممكن يعني فبتخطوا لوحدهم بتذكر. فانا جيت سالته قلت له يا اخي انا عجبتني الاسماك دي، سالته الانواع دي شنو كده، وكلمته قلت له يا اخي انا داير السمكه دي يعني دايره على اساس انه فقلت له يا اخي انا داير ميل وفي ميل. قام التركي قال لي يا اخي اسمع الاسماك دي لا ميل لا يعني شيل ميل تو ميل او تو في ميل ما مشكله، لانه اصلا قال لهم يعني ما بتوالد، احنا قال لي بنجيبها من تايلاند بنجيبها كده. قلت له كيف يعني ما بتتوالد يعني؟ قال لي ما كانت تتوالد، انت هنا شيل تو ميلز ولا انا؟ قلت له لا انا دايت ميل في ميل تمام؟ فبتذكر قلت له يا اخي اسمع خلاص لقيت في ميل قاعد، قلت له كويس ها الفيميل هتجيبها بتاعت، قال لي بعد اسبوعين. فعلا مشيت
مش كتبتها في الكالندر بتاعي، وجيت بعد اسبوعين لقيت فعلا في جاب في ميل وطلبت بيني لغه الاثنين. كان بيجي يضحك قال لي يعني انت الاسماك دي هتمشي يعني مثلا هتقوم تدخل البرنامج بتاع بريدنج وهتولد. قلت له اسمع هتشتريها؟ طبعا هي كان غالي يعني بالذكر. فقلت له يا اخي انا هجيبها لك بعد فتره، هتشتريها منين انت؟ لان انا اشتريتها غاليه كانت في تركيا. تمام؟ قلت له يا اخي انا هجيبها لك راجع هتشتريها منه. بيجي يضحك. فعلا شلت الاثنين ومشيت. يعني بقيت اول حاجه قلت له اديني الاسم بتاعه، لانه انا حقيقه الاسم بتاعه ما كنت عارفه الاسماء. اداني الاسم بتاعه. انت عارف انا بتذكر كل يوم بعد نهايه اليوم بعد ما ارجع البيت بقعد لي قريب ساعه بكون قاعد اقرا عن السمك ده، الطريقه بتاعت بتعيش وين، في المناطق الاستوائيه، في المناطق الراكده، هي بقول لك يعني في البرك الراكده ما لازم ما يكون في تيار بتاع مويه، في نوع معين من الاشجار بتجيبها، وعرفت البيهيفير بتاعتها ذاتها كيف العمليه ذاتها كلها. تمام؟ وبديت التجارب بتاعتي. الحاجه الغريبه في الاسماك دي، لما البيض يفقس لازم يعني يتغذوا على زي ما بقول عليه ليفنج فود، يعني لازم يكون في، لازم يتغذوا على حاجه ليفنج فود، يعني ما بياكلوا الاكل بتاع الاسماك العادي ده. فبقيت اقرا في اللي هناي في بقول عليه شو الشريم، في تركيا بيبيعوا البيض بتاع الشريم اللي هو صغير كده بيجيبه، فعرفت انه هو بيتغذى على الشريم ده. يعني كل حاجه صغيره حتى ما بتقدر تشوفها انت، يعني الشريم ده لما نفقس البيض بتاعه يكون صغير جدا. فالاسماك دي انا زي ما بقول درست الهدايه بتاعتها، دورات حياتها بالذات بعد ما البيض يفقس، لانه كان حاجه حساسه جدا، بيقول لك انه ممكن بعد 48 ساعه يموتوا، يعني لو ما وجدوا يعني الزول احتنبهم بطريقه معينه، وفي نوع من الصفق كده بتخطه. تمام؟ والميل بيجي يعمل فيه زي عش كده تحت الحنايه دي بالفقاقيع. الميل غايته سمك كده. انا سبحان الله اول مره انا يعني اعرف المعلومات دي عن الاسماك دي، سمك غريب جدا، والبيهيفير بتاعته توتال غريبه عن اي نوع من الاسماك الثانيه. فبتذكر جبت الحنايه ده ورجعت اشتريت منه الصفق، حتى صفق الشجره ده برضه لقيته عندهم جبته وخطيته، وبديت العمليه بتاعت البريدنج عشان اجيب البيض بتاع الشريم. تمام؟ الشريم طبعا لازم بيعيش على المياه المالحه يعني. تمام؟ فبتذكر بجيب الجركانه، جركانه كده بتاعت مويه، وبقوم بجيب نص معلقه بتاعت ملح واخدها في الحنايه دي، واجيب الوصله بتاعت الاكسجين. بالمناسبه الحاجه دي انا بعملها بعد ما ارجع من الشغل. انا اصلا حتى في تركيا يعني الاتراك هناك كله قال لي انت غريب جدا. بعد ما ارجع من الشركه، تمام؟ يعني يمكن 6 7 الساعه 7 برجع البيت، ده بكون كده، ده اول حاجه تلاقيني شغال بتاع. فبجيب الذكر الجركان بتاعت المويه دي وبعمل فيها الخط، بملاها زي نصها مويه، وبقوم بعمل فيها ملح، بدخل فيها الحنايه بتاعت الاكسجين لانه يكون محتاج للاكسجين، وبخد جزء من البيض بتاع الشريم ده. تمام؟ فلمده 18 ساعه، هو بياخد 18 ساعه تقريبا، لو ما هنا 18 ساعه البيض بيفقس. فانت بتعرف البيض بيكون المويه الشكل بتاعه يتغير، يعني بيبقى شكله كده ضبابي، يعني الا بالنور كده انت حتى تقدر تشوفه، تشوف عباره عن نقاط صغيره كده بتتحرك سريع، اللي هو ده شو؟ ده الليفنج. فبتذكر كنت بشيل كده بالهنايه بقوم باكل الاسماك بالهنايه دي. ففعلا الاسماك دي نجحت لدرجه انه يعني هو كان بتذكر كل مره لما مشيت له بقى يطلب لي طلبيه، يعني انا زمان كنت بشتري منه، بعد يمكن 6 ولا 7 شهور بقى يطلب لي محمد يا اخي اسمع جيب لي الاسماك الفلانيه، محمد لو عندنا زباين. فكنت كان برنامج لي في تركيا يعني اشيل الاسماك بتاع. والله بتذكر انا لما جاي، تمام؟ لانه الاحواض كثيره والاسماك صغيره جدا، وطبعا يعني دار اهتمام ما عادي يعني، انت النظافه بتاعتها فعرفت انه والله مثلا هيكون الموضوع ده شويه صعب على زوجتي واولادي يعني. فخليت لهم حوض كبير كده فيه اسماك كبيره، تمام؟ دي قلت لهم مرعوع، والباقيات دي كلها شلتها. والله يا ياسين انا شايل يمكن ما يقارب 8 ولا 9 اكياس بالضخامه دي مليانه اسماك، ممكن تتخيل. بجيبها بشيلها بشي اوديها له. حتى انا يعني لما مشيت قلت له احمد انا ما عندي يعني ما عندي قروش بتاعتهم، يعني ما الاسماك دي كثير، انا ما عندي المبلغ ده ذاته.
في النهايه اديته له والله، خديته له قلت له يا اخي اسمع خلاص انا لما اجي لما احتاج قروش بضرب لك، فمشيت معاه. بس انا كان هدف بتاعي ما كنت دايره يعني تكون في البيت وبالتالي تموت وكده يعني زول شيء ذنبه، فشلت اديته له. في النهايه قلت له يا اخي خليها معاك، لو يوم من الايام محتاج لو هناك بجيك يوم من الايام، وانا يعني هو عارفني انه ما حاجه قبل يعني، لكن قلت له خلاص يا وخلي قروشي دي خليها اكتبها عندك انا يوم ما اجي اسالك منها، خدت له انا اسمعكم ومشيت يعني. والله مستمتعين جدا جدا يا دكتور، مستمتعين جدا. وده يعني انا كتبت لي كم نقطه، فبعدين هربطهم لقدام لما نمشي. ده طبعا ده جانب ثاني، اغلب يمكن ده الناس جانب، ايوه ده بتطلع جانب ثاني، لكن ده ذاته عنده اشارات للي انت الحاجه اللي هتعملها ليه قدام، وهقوم اسالك منها يعني. طيب يا دكتور، نجي للمرحله الثانويه. كويس. المرحلة الثانوية اللي هي كان في مدرسة والدسايح، والدسايح الثانوية، و حقيقة أنا بتذكر أنا كنت الألفة بتاع الكلاس بتاعنا، اللي هو بتذكر أنا كنت في الفصل بتاعنا اللي هو اسمه عمر بتذكر. ف فانا ما اعرف انه مثلا انا كنت الالفه لانه انا بتاع جوطه، لا حسب ما بتخيل انا الوقت، لكن كنت بحب زي ما بيقولوا الشغب والحاجات دي كلها. و الوقت ده تخليه اكثر حاجه يعني زي ما قلت لك يعني، انا في كل مرحله كنت بمشي كان الهوايه دي بتكبر معي يعني. انا شوف انا ببدا في المرحله الابتدائيه دي مثلا بقول لك كنت بتكلم عن حياه صغيره كده بتاع، لما وصلت الثانوي ده كان يعني كلها كان زي ما بقول عملت مستعمره يعني، مستعمره كبيره زي ما بقول من الحياه دي يعني. فالمرحله الثانويه هي يعني نذكر كان عندنا الاساتذه من يعني كان فيها زي ما بقول الصفوه، طبعا يكون الاساتذه كله في كل المراحل هم الصفوه يعني في، لكن بالذات احنا كان مدرسه المرحله الثانويه دي كان يعني بتذكر كان عندنا نظام الجمعيات الأدبية، أنا ما كنت فيها بالمناسبة يعني ما كنت في دي. الكورة ذاته أنا تعبان جدا في الكورة يعني الناس لكن يعني كنت يعني بتذكر من الأساتذة كان أصلا ما أقدر أنساه أستاذ حسن عوض ده بتاع اللغة العربية، يعني سبحان الله انا سبحان انت شوف في فتره كده يعني الوقت ذاك احنا ممكن كنا تعبنا وشديد الاساتذه دي جدا يعني. لكن الان انا لما اتذكر بتمنى انه اقابلهم حقيقه يعني دائما يعني هي من الحياة اللي بتمنى اني اشوفها انه اقابلهم تاني يعني في اي حته في حياتي، لكن سبحان الله يعني بندعو لهم دائما يعني بالخير، وربنا يعني يوفقهم واللي توفى ربنا يرحمه. فدي دي مرحلة يعني، لكن هي مرحلة بتاعت شغب، هي مرحلة بتاعت الثانوية دي قمة الشغب. بتذكر في لما جيت في ثالثة فأنا قام نقلوني يعني ناس البيت نقلوني كان من المدرسة بتاعت المسائح مشيت ابن سينا في الصحافة مدن الصحافة، فقالوا الفترة دي كان الفترة بتاعت الشغب وبتاع، فقالوا الزول ده لازم يمشي حتة تانية شوية كده، كان فيري ستيك يعني. فمشيت الصحافة اللي هو كان الأكاديمية بتاعت ابن سينا في جنب حديقة القرشي، كان الوقت ذاك يا توبو كده ظاهر كده. فأنا امتحنت من هناك يعني، أنا درست في ابن سينا لكن امتحنت برضه في رجعت امتحنت في المدرسة بتاعت الدوسائي، لكن السنه يعني الثانيه والثالثه، الثالثه هي كان في الصحافه في ابن سينا. مدرسة خاصة ابن سينا كانت يا دكتور؟ كانت مدرسه خاصه، كان خاصه فعلا. الفرق شنو كان الوقت ذاك بين المدرسة الخاصة والحكومية؟ والله انا هي ما كان في فرق بالمناسبه يعني، هي مدرسه ساحيه برضه ممتازه، لكن انا ابن سينا كان لانه كان العدد بسيط يعني ما كان عدد كبير، انا اتخيل ليه ده السبب يعني، يمكن ممكن اكون مخطئ يعني في تقديري يعني، اكيد تخيل ليه ده اللي هنا. فهي كان بتذكر كان في ستريك يعني، كان فيري ستريك كده ابن سينا يعني، خدت بتذكر كان في العسكري النوع اللي بيجلدك ذاك، الدكتور يكتب لك عدد السيطره وتطلع برا الصول يقوم هنا. فكان فتخيل ليه ديك الخطتي في التراك يعني زي ما بقول. بتذكر برضه
في ثالثه بديت اسمع عن بصوره اكثر بعد ده بالمصطلحات والحته بتاعت الدي ان ايه والار ان ايه، كلمه دي ان ايه بتعني شنو بتاع بذكر استاذ تقريبا استاذ طارق لو ما انا مخطئ في الاسم يعني. فهو برضه يتذكر ليه هسه الان والله سبحان الله ليه الان انا بتذكر شكله بتذكر حتى طريقه كلامه لما بيشرح الجيناتكس وكلمه دي ان ايه وكلمه ار ان ايه بتعني هي شنو بتاع. فانا اكثر زي ما بقول الاحياء دي كان اكثر من المواد الاساسيه كنت بستمتع بيها يعني الحته بتاعت الجيناتكس بالذات الاحياء والحاجات دي. ده بيدينا اشاره انك انت امتحنت علمي. امتحنت علمي انا امتحنت طيب، علمي و الاحياء بعد ذاك يعني في الثانوي العالي يعني او في سنه ثالثه بديت تقرر انك انت الجامعه حتدرس شنو التخصص، ولا يعني ما كانت الرؤيه واضحه؟ انا الرؤيه واضحه بالنسبه لي، انا اصلا كنت عايز ادرس الجينيتكس حقيقه يعني، لكن الوقت ده زي ما انت عارف يعني يمكن ما انا في نفسي عارف يعني مش يعني جيت الجينيتكس زي ما احس ان هي كان واضحه يعني بالنسبه لي يعني حتى مربوطه بالحاجات اللي حواليه يعني في ده كده كنت حتى الاكتيفيتيز بتاعتي يعني كان مربوطه بالحته دي. فحقيقه لكن الطريق الوقت ده ما كان واضح يعني، حتى الجيناتكس في الدول برا ما كان واضحه يعني. حتى مثلا في الهند لما احنا مشينا الهند التراك بتاع الجيناتكس ما كان واضح لنا بالنسبه لنا. اتذكر دي من الحاجات اللي اتذكر يعني ما انسى يعني بتذكر لما وصلت كان الهند فعندنا في الهندي طبعا، الهندي طبعا مرحله ثانيه يعني مرحله الهندي دي مرحله توتال مختلفه عن كل المراحل يعني. فبتذكر هناك في الهند في اتحاد الطلبه السودانيين ومدينه انا كنت في بونا، مدينه بونا. بونا دي هي اتحاد الطلبه السودانيين وهي زي ما بقول في اتحاد الطلبه السودانيين، فهي زي ما بقول كده بسموها اوكسفورد، هي كان اوكسفورد بتاعت الهند يعني، فيها كل الجامعات وفيها اكبر جاليه بتاع الطلاب سودانيين هناك يعني، الجاليه السودانيه ذاتها بتاع الطلاب في الحته دي كانت كبيره جدا بالمقارنه للمدن الثانيه. وبتذكر كان اتحاد الطلبه السودانيين ده يعني احنا بنجيو بتذكر بنجي يوم السبت تمام، لانه كان في يعني يوم السبت ده كان ايام الباقي كلها طبعا بتكون بس الجامعه، والجامعه كان البرنامج شويه صعب جدا. فانا ما اتذكر في تدريب بس هو زوزون البيت الجامعه البيت يوم السبت اللي هو بقوم بمشي انا يوم السبت ولا حد بقوم بمشي اتحاد الطلبه السوداني، فكان فيه اكتيفيتيز كميه يعني سبحان ده كان عالم ثاني انت. ويعني تلقى الناس مثلا بتاعين الموسيقى بتلقاهم هناك بيعملوا بروفا، وتلقى السياسيين ده طبعا بتاعين السياسه الكميه، والناس الصغار الرياضيين، فكان مجتمع هو كان مجتمع حيوي. وبتذكر يعني من الحاجات الجميله ما انسى اول مره لما مشيت بونا الاتحاد الطلبه السودانيين، فطبعا الناس كلها بتعرف بعض يعني، فانا كان يا لسه برلوم يعني، فبقعد بعيد كده في طوبه كده بتذكر في حته مظلمه فبقعد فيها كده وبعلم للناس تمام، بشوف الناس اللي بيقدموا مثلا اكتيفيتيز، وبيجوا طبعا ناس كده ظاهرين يقول لك ديل اللي بيحضروا الدكتوراه مثلا، وبيجوا شباب كده يقول لك ده فلان بيعمل ماجستير في كده وده بيعمل كده بتاع. فالحاجات دي بتذكر يعني يعني من الحاجات اللي ما انسى من الشخصيات الحقيقه يعني زول انا ما انسى يعني ما انسى فضله بعد ربنا كده اللي هو بروف عماد كنوزي، الناس كلها يا سلام. بيعرفوه طبعا فيري ويل نون يعني. انا اتخيل لي في الجانب العلمي ده عماد ده اول زول يعني زي ما بيقولوا خدت هو كان القدوه بتاعتي حقيقه يعني. انا دايما قاعد اقول للناس حتى في الهند قاعد اقول لهم كده بقول لهم يا اخي انت يعني البرلوم في الهند او في اي حته بيعتمد نجاح او نسبه انه هو ينجح في مجاله او في حياته في التراك بتاعه بيعتمد على الناس اللي معاه او الناس اللي نعم اراوند. فاحنا كان سبحان الله الفكره دي كان احنا يعني كان الناس كلهم راعين يعني انت يعني بتذكر بعين الناس كلهم ممكن يسمعوا الكلام ده دكتور عوض جيلاني
وهشام كمال في امريكا، دي الناس كلهم يعني زي ممكن احنا طبعا اوقفك هنا يا دكتور. اول حاجه تحيه للبروف عماد كنوزي، ويعني بصمات واضحه برضو قدام لا من لا الناس اكيد اللي اكيد اكيد بيدعموا اكيد اللي بيدعموا مبادره الباحثين السودانيين، ويعني كتابات جميله وكتابات شيقه ونصائح، يعني فربنا يديه الصحه والعافيه. طيب انت يا دكتور ما وريتنا ان القرار جابك الهندي شنو؟ كويس. وقدمت كيف ووصلت هناك كيف؟ دي مهمه جدا جدا. هي القرار بتاع سفرية الهند كان شوية مختلف حقيقة، فهمت؟ وفي حاجات كثيرة كان يعني بتدور حول النقطة دي، فهمت؟ النقطة بتاعت سفرتي للهند. لكن أنا ممكن أقول لك، أنا كان الوالد كان في الإمارات هنا، وعنده صاحبه جدا اللي هو عم سر، هو موجود. وعم السر ده عنده ولده كان في اللي هو محمد السر في بونا، كان بيدرس في بونا. فانا تخيل له الوالد كان بيحكي لي انه هو قام طرح لابوي الفكره، قال له يا اخي انا عندي ولدي هناك في هناك. وانا حقيقه كان المفروض ادرس، بس انا ما بتذكر الحاجه حقيقه الحنان. لكن انا في غرات نفسي كان يعني كان في كل الاحوال كنت عم بدرس الحته بتاعت الجينيتكس، يعني الساينس ده اصلا من زمان انا خدته في بالي يعني. فكنت بحاول انه، لكن ما كان الوقت ذاك، او ما كان يمكن ما كان الحاجات واضحه زي الان، او التكنولوجي متوفر حاليا زينا، ممكن تخش في دقيقتين ممكن تعرف اي حاجه عن اي علم او الجامعات والسكول بتاع. الوالد الله يديه العافيه هو كلم اللي هو عم سيره، عنده ولده في بورا، رسلوه الشهادات بتاعتي بتذكر، وجاني القبول اللي هو رسل لي القبول. بتذكر دي كان مرحله شويه صعبه يعني، في ده بتذكر مرحله كان غريبه، لانه مرحله بتاعت الدفاع اللي يسمى شنو خدمه نظاميه، والجوطه دي تذكر كان المعسكر، واحنا طبعا كنا في معسكر عيلفون اللي هو معسكر اللي هو عزه السودان الثانيه. فكان في جوطه كده في الشغلانيه يعني، في ده في جوطه كده في الحته دي. هو جاري القبول تقريبا في سنه في 99 اتذكر، القبول جابوا لي اللي هو دكتور جهاد، وانا متاكد هو حيكون موجود في الجروب ده يعني. حاليا ما شاء الله عليهم من الناس البايونير جدا، شايفه ما شاء الله عليه وربنا يوفقه في المجال بتاع الاي بي اف، وشايف عنده كميه كبيره. فبتذكر هو الشخص هو جاب لي القبول في الوقت ذاك، في 99 بتذكر هو بتاعي. ارجع لك لنقطه مهمه جدا، بتذكر في الوقت ذاك في الاتحاد طلبه السودانيين، وانا قاعد مع السينيور بتاعي اللي هو محمد السير واحمد الخطيب الله يديهم العافيه، طبعا متاكد يمكن يكونوا موجودين برضو مع الناس الان يسمعوني، فانا بحييهم من هنا. كان يعني زي ما بقول الفتره دي الزول بيحاول، يعني انت في دولة جديدة في حتة جديدة في كلتشر توتالي مختلفة عن الحياة اللي انت متخيلها، تمام؟ فانت خايف يعني. حتى كمان احنا الوقت ده كان عندنا المشكلة بتاعت اللغة الانجليزية حقيقة، يعني كان مشكلة حقيقية، فهمت؟ وانا واحد من الناس حقيقة كنت بعاني منها بعاني جدا يعني، فهمت؟ في الحتة بتاعت اللغة الانجليزية الوقت ده. فانت بتخيل تمشي ل، طبعا كان في دراما حكايه الانجليزي دي، كان في دراما ما عاديه في الجامعه يعني، انا مع الدفعه بتاعتنا يعني. فالزول خايف، فهمت؟ انت في حته جديده، والهنود دول طبعا يعني صعبين، تذكير طبعا يكون عندك فكره عنهم، الدراسه بتاعتهم ذاتها صعبه، بتعتمد على الكتابه الكثيره، فهمت؟ الرايتنج في اليوم بيحبوا القرايه، بيحبوا في المناهج ذاته بتاعتهم مركزه شديد يعني، حتى فينا. فهي عكسنا في السودان. بتذكر زمان في السودان مش يقول لك في الثانوي لما تيجي تكتب يقول لك اكتب المختصر المفيد يعني، زبده الموضوع، ما تكتب في الموضوع. هم عكسها هناك الهنود، لو كتبت حاجه بسيطه او احنا بنقول على الزبده بتاعت الموضوع دي يعني تجيبها الابستراكت
دي بتجيب اخرك. لا لا حتى زمان يعني مثلا ذكر يقول لك، حتى مثلا في السؤال يقول لك اكتب الملخص بتاع الحاجه، يعني ما تطول، يعني الحاجه لازم تكون مركزه. هناك الهنود عكس، لو كتبت الحاجه كده الطريقه دي هنا، فبيقول لك مثلا عندهم في الامتحان بتاعهم بتذكر الشورت كويتشن يقول لك صفحه ونص، اللونج كويتشن يقول لك اقل من ما اكثر من 3 أو 4 صفحات وما اقل من صفحتين، يعني كده دي طريقه بتعتمد على الكتابه اكثر. فدي من الحاجات اللي جابت خبرنا، بذكر اول امتحانات اول تستات في الجامعه احنا شغالين بالطريقه دي، نظام تكتب هنا دي، فالدرجات كان سيئة جدا، يعني بتذكر كان سيئة جدا في الوقت ذاك يعني. فبقول لك انه بتذكر انا قاعد في الاتحاد الطلبه السودانيين، وهناك كنت بحاول زي ما بقول كل مره اعرف الناس. من الشخصيات اللي كانت مشهوره في الوقت ذاك هو دكتور عماد كنوزي، طبعا من الناس الاكاديميين، طبعا اكيد الناس المميزين، يعني من انا ممكن اعتبره من افضل الطلاب اللي مروا على الهند، يعني دكتور عماد كنوزي حقيقه يعني. فالوقت ده هو لسه كان بيعمل في الدكتوراه بتاعته، او كان بيكتب في الدكتوراه بتاعته، وانا لما جيت طبعا ده كده هيكون زي حسب التفاصيل دي طبعا. متوقع يا سلام. بالذات انت كده اديتنا هنت للضيف بتاعنا جاي ان شاء الله حي لا يعني اكيد ديفينتلي اكيد حيكون بروف اكيد 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 ايوه اكيد رجل رايح، يعني عماد استاذ واخو وكله، يعني زي ما بقول. فبتذكر هو وتاني في دكتور عوض جيلاني في كندا، ودكتور هشام كمال في امريكا، دول كلهم من الناس الحقيقه يعني كنت بسالهم، يعني حتى بتذكر بجي اسالهم يا اخ يعني والله حقيقه انا ما بعرف، يعني زي ما بيقولوا في الوقت ده كنت بساله بيقول يا اخ اسمع المايكرو بيولوجي ده شو؟ الله ليه انا بتذكر الاسئله دي. بتذكر عماد، دكتور عماد ده كان بيلخص لنا الكلام، يعني المايكرو هو كده والباي كيمستري والفيزيكال كيمستري وبتاع السبجكت، لانه هي حقيقه جديده بالنسبه لنا. كان تشالنج انا مهما اقول لك يعني ما اقدر اوصف لك التشالنج بتاعنا كان في الوقت ده، كان في الهند حقيقه يعني في الفتره دي كده تتعلم اللغه وترجم وتحفظ الكلمات وتعرف السبيلنج عشان بعدك تجي تقرا. يعني بتذكر قبل ما اجي ادرس، يعني قبل ما ادرس الكتاب مرجع ولا كده، انا كنت باخد قريب ممكن اقول لك 6 7 ساعات بكون قاعد اترجم الكلمات جنبنا المرجع بتاع اوكسفورد الكبير ده، الدكشنري الكبير ده، فبتذكر تطلع كلمات وترجم. فدي كانت حاجه تاسك صعب جدا صعب جدا، يعني انت دي استمرت معانا مراحل، يعني دي من الحاجات اللي دايما قاعد اقولها للناس، الحاجات حقيقة صعبة، يعني الحاجات أي مرحلة صعبة، ما في حاجة كان سهل. فدي كان الوقت ذاك احنا دوب نترجم، وبذكر يعني دكتور عماد ده الله يديله العافية كان بيدينا بيعمل لنا ملخصات كده، أنا ومعي مجموعة طبعا، يعني دفعتنا احنا كنا قريب بذكر 13 سوداني كلنا كان في الدفعة بتاعتنا في الهند. فدي يعني هو بذكر تلك المرحلة الحقيقية، أنا بعد ده بقيت أفكر أنا عاوز أبقى زي من حقيقة، اللي هو يعني كنت بشوف قدامي دكتور عباد ودكتور عوض جيلان، هو كان مايكروبيولوجيست، ودكتور هشام كمال كان بتاع تقريبا أناليتيكال كيمستري. فديل الناس اللي أنا بقيت يعني أغلب وقتي يكون معاهم، يعني أغلب حتى دكتور عباد ذكر كان في الـ في الـ في الهوستل في الداخليه بتاعت الجامعه، فانا بتذكر كنت لازم امشي له هناك في الويكند واشوفه، وهو بتذكر كان في داخليه كده خاصه بطلاب الدكتوراه، يعني فدي كان قمه المتعه بتاعتي، يعني لو امشي هناك واشوف ناس الدكتوراه، طبعا حياته كان كده حياه كده يعني بتاع علم بس، يعني تلقى مجالس انت عارف يا دكتور دي مهمه جدا جدا القدوه دي، يعني سبحان الله انا متاكد يعني ناس انت ذكرتها، يعني ذكرتها دكتور عماد كنوزي اكثر من 12 مره يعني في العشر دقائق الاخيره. طبعا 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 الغدوه دي مهمه أكيد. جدا جدا، عشان كده انا بقول لكل الشباب، يعني بالذات الشباب اللي يا دوب دايرين يدخلوا الجامعات او دخلوا الجامعات او حتى الممتحنين الشهاده، امشوا فتشوا الغدوه.
انت بدون غدوه بتنجح سريع جدا جدا يعني، لكن بدون يعني بغدوه، معلش بغدوه بتنجح سريع جدا جدا، لكن بدون غدوه حتى لو انت زول كويس جدا جدا هتنجح بصعوبه. انت ما انا ما هقول لك هتفشل، لكن هتنجح بصعوبه. عشان كده يا جماعه مبادره الباحثين السودانيين المنصه الجميله دي يا جماعه فيها اكثر من 700 الف مشترك. ال 700 الف ديل فيهم ما اقل من الاف البروفيسورز، فيها يعني اكثر من تقريبا 200 الف دكتور عنده بي اتش دي هولدرز يعني، تمام. فالناس زي كلهم يا جماعه امشوا فتشوا لهم، امشوا تواصلوا معهم، انا متاكد ما حيبخلوا عليكم بمعلومه يعني. فحتى صح وقتهم بيكون صعب وكذا، لكن في النهايه بيدوك بيخطوك في التراك الصحيح يعني. فاتفضل يا دكتور واصل. صح. والله انا اقول لك انا حقيقه يعني الوقت ده يعني فعلا يعني ديل حتى الناس الدارسين في الهند كلهم بيعرفوا الحاجه دي يعني. مثلا اوكي طبعا يعني الشباب اللي كانوا معايا في الهند كلهم ناس رائعين يعني، لكن اكثر احتكاكي انا كان يعني اول في نفسي كده بحاول اخد خاطيهم معايا في التراك، اللي هو الثلاث اشخاص دي اللي هو دكتور عوض جيلاني وكتاب كنوزي وهشام كمال. فزي ما بيقولوا ديل كان يعني انا اصلا ما انسى فضلهم ابدا، اصلا ما انساهم ابدا يعني. الحاجات اللي زي ما بيقولوا هم يعني زي ما بيقولوا حببونا في العلوم، حببونا في الجينيتكس، حببونا في الحياة دي كلها. اي زول في تخصصه يعني، انا كنت اقعد مع ايمن كنوز اقول والله انا بس حاجه بتاع بايو كيمستري بس جينيتكس واركز في الكيمستري، اقعد مع وجيلاني بتاع مايكروبيولوجيست والرجل ما شاء الله يعني رائع جدا في الشرح بتاعه، بتذكر في المايكرو شرح لنا الفيرولوجي والحياة دي كلها. فإحنا نشرح نجي مع الناس الأناليتيكال كيمستري. لكن يعني بصورة عامة أنا يعني ممكن أقول لك أنا من السنة الأولى تمام أنا كنت عارف ما شوين، كنت عارف ما شوين وعارف إنه والله عاوز أبقى زي منه. عشان كده كان يعني حتى والله يعني الناس كلهم ممكن يعرفوا الحاجة دي. الدراسة بعد مرات والله كنت لك أنا بعد مرات كنت ممكن أكون قاعد يمكن 10-12 ساعة بكون قاعد في كرسي ورا بعض يعني كده. وذكر دكتور عباد والشباب دي طبعا لأنه أوريدي متعودين على يقعد في الكرسي ويكتبوا يعني. بذكر إحنا نكون قاعدين بشوية ناس يتململوا معاي يتململوا عباد يقول أقعد لسه تاني جر ساعة يعني ساعة تاني. فدي من يعني هم من الناس الحقيقة يعني. أنا بديت أعرف إنه والله يا أخي أنا عاوز أكون في شخص معين يعني. وأنا حقيقة كثير بتبسط لما الناس يقول لي يا أخي أنت الطريقة يعني مش عاوز أقول التدريس عماد مميز جدا في التدريس رجل رائع جدا، لكن بحب إنه لما الواحد يقول لي والله يا أخي أنت يعني عندك صفة زي بروف عماد كنوزي يعني، هو شخص رائع جدا حقيقة. فالفترة ديك يعني الفترة بتاعت الهين زي ما بقول بعد شخص حقيقة مرحلة يعني مثلا الهندي بالذات هي مرحلة الزول ما بيقدر يعني يتخطاها أبدا يعني. أنا أقول لك حاجة، مشيت أي حد يعني مشيت ألمانيا أمريكا وين 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 استيل، وأنا عارف الحاجة دي كل الناس الدارسين في الهند عندهم نفس الشعور ده تمام. اي واحد هسه هتشوف لو سالته هتلقى رغبه عاوز يرجع الهند. السبب شنو يا دكتور؟ حاجه غريبه انا اوريك اقول لك حاجه يا دكتور دي انت يمكن ناس الهند كلهم انا متاكد هيشوفوا الهند دي وحيعرفوا. الهند دي الحته الوحيده الممكن تشوف فيها ترابط بصوره ما عاديه، يمكن لانه الناس بقت اكثر من اخوان يعني، ما بقت والله بتاعت والله ده سوداني وسوداني بيدرسوا في دوله، لا الترابط كان اكبر من كده. في معاناة كان طبعا معاناة الطلاب دي اللي انت الراتب يقطع ما بعرف شنو هنا سيد البيت، فالناس كانوا قريبين جدا للإمارات. حتى انا اقول لك هاي، حتى انا بعد ما جيت هسه الامارات قبل فتره مشيت النادي بتاع السودانيين هنا في نادي السودانيين هنا في الاتحاد السوداني والنادي السوداني في ابو ظبي، قابلت واحد من الهند تمام. في الأول تعرفنا كده وبعد شوية لما عرفني الحين تخيل والله قعدنا يعني بتكون يعني دي الحاجة اللي أنا شايفها دائما يعني
في الاول كده وانس ان عرف انه ده في الهند بتاع او مثلا من نفس هنا خلاص هتلاقي الونس اتغير بعد شويه. انت لو جيت ممكن تقول الناس بيعرفوا بعض لهم 30 سنه عادي. فالهند يعني للان زي ما بيقولوا يعني تخيلي لانه الشخص بعدين الشخصيه اتكونت حقيقه في الوقت ده يعني الشخصيه الحقيقيه كلها اتكونت. وانا دائما بقول ان يعني في حاجات كثيره يعني حياتي في الهند تمام هي الحاجات اللي حاسس للان يعني التاثير بتاعها موجود للان. الحياه اللي عشتها في الهند اللي عشتها الشخصيه اتكونت في الهند. الحياه كان شويه تف انت للان انا بقيت عندي دي موجوده في شخصيتي يعني انت يعني ممكن امشي اي دوله في حتات ممكن الناس يكونوا خايفين حاجز لغه حاجز ما بعرف شو الحاجات دي بقيت بالنسبه لي ما 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 اصلا ما ما اتس نوت بيج ديل يعني. ف انا الان لو رجع بي الزمن ثاني ورجعت هرجع ثاني ادرس الهند ما اي دوله ثانيه ما اي دوله ثانيه ثاني لو رجع الزمن برضه هرجع شو هرجع ثاني للهند لانه حقيقه يعني انا بعتبر حتى الهنود هم اكثر ناس مميزين اكثر ناس اسكي وناس هارد وركر. وفي نقطه مهمه برضو عايز اقولها لك يا دكتور الحاجه دي الان انا مؤثر شخصيا الهنود بالذات لانه اول حاجه طبعا population بتاعتهم كبيره جدا يعني اصلا الهنود يعني حتى بتذكر زمان الدكتوره في الجامعه كانت بتقول لنا شو انك تتكلم عن شبه غاره يعني تمام الناس زي الكمية تمام فالتنافس بتاعهم عالي جدا تنافس عالي جدا في الجامعات في ففي الهند بيقول لك شو يقول لك ما ينفي انك انت حتى تجي اول الدفعه معناه انت حتلقى وظيفه يعني يعني انت لو اول الدفعه ده ما معناه انت والله حتمشي في اي تخصص ما معناه حتمشي طوال ايه لانك انت اول دفعه حتاخذ وظيفه لا لازم فلازم يكون عندك سكيلز ثانيه عشان كده لو لاحظت حس السي في بتاع اي هندي تمام هتلقاه مليان السي في ده يعني تلقاه مثلا طبيب وعامل بروجرامينج وتلقاه عامل مانجمنت وتلقاه عامل وعامل كميه من الكورسات فدي دي موجوده في شخصياتهم. فانا لانه درست معاهم يعني كان احتكاك كثير من شديد فالحاجه دي للان انا موجوده في طبعي يعني انا اصلا يعني بتذكر انا في الفتره بتاعت الماجستير دي يمكن كنت مخلص قريب 8 ولا 9 اللي هي الدبلومه عليا وثلاثه و8 9 دبلومات. فحكايه الهنايه دي موجوده هم عندهم المنافسه حقيقه عندهم منافسه وموجوده في اي حته بتشوفه. فانا خلي الحاجه دي انا اكتسبتها منهم هناك من الجنوب حكايه يعني حكايه الكورسات والتطوير الذاتي والحاجات دي انا للان يعني حتى قبل ما اجيك حسيت انا الان انا في المكتب كنت عندي الليل عملت سبميشن للهنايه بتاعي دي بروجكت عملوه سبميشن بعمل هنايه في ام اي تي في امريكا تمام هسه الليل جبت من الصباح يعني ايميل الليل ديدلاين بتاع السبميشن قاعد عشان كده هسه جاي كده من المكتب بالمناسبه وقاعد والله من الصباح قاعد بعد ما خلصت الدوام قاعد قريب 4 أو 5 ساعات بحكي في الحياه بحكايه الكورسات والهنايه دي من الحاجات حقيقه يعني كلنا نعمل احنا هناك او في الجامعه مع نعم. والله يا دكتور يعني سعيدين جدا جدا يعني دي نقله نقلتنا من الحاج يوسف مدرسه ود السايح بعد ذلك جبتني لابن سينا بعد ذلك جبتني للهند الاسماك في تركيا والبابا غوكو يعني بجد يعني انا مبهور جدا جدا وانا متاكد بيكونوا في ناس كتار جدا يزول بيتابعنا في بيتابع اللايف ده الان سواء كان في الزوم او كان في الفيسبوك او حيشوف اللايف ده اكيد حيكون له حافز ما عاد يعني. وده الغرض الاصيل بتاع البرنامج ده احنا عملناه ونسعى على دروب النجاح عشان يكون يحفز الناس يعني. فانا كل ما اسمع في القصه بتاعتك دي فبتذكر نفسي لما انا قريت في سوريا والناس ساعدوني يعني الناس اللي عليهم بصمات علي والوفاء للعطاء ده يعني مهمه جدا جدا يعني. يزول قدم لك حاجه يعني على الاقل اذكره بدعاء يعني حتى لو الظروف ما لمتك وما انا يعني فاديه ان شاء الله دعوه يعني. طيب يا دكتور انت عارف انا من اجمل الحياه يعني حقيقه انا بقولها يعني دائما يعني من اجمل الحياه انا بعتبر نفسي فيها كنت محظوظ انه انا زاملت الدكتور احمد كروزي كطلاب هناك وجيت اشتغلت معاه في مدينه افريقيا هو كان الدايركتور بتاعنا. يا سلام فانا دي حاجه ما انساها ابدا يعني ما حاجه ما انساها تمام جدا معناه خلاص احنا ان شاء الله ضيفنا حيكون واحد من الحلقات الجايه رفع مالك من السعودي لو سمعنا
يجهز الرجل يعني يجهز نفسه يعني. طيب يا زعلان جدا. طيب يا طيب يا دكتور، المرأة الهند، الدراسة في الهند بصعوباتها وبجمالها اللي هو لقيت البروف عماد كنوزي والدكتور عوض جيلاني والدكتور هشام كمال ودوك الموتيفيشن، الجرعة بتاعت التحفيز الما عادية دي، انتهيت من الدراسة أخذت الشهادة بدون أي صعوبات، بعدك مشيت وين؟ كويس، انا اقول لك، انا اديك حاجه. انا كنت درست، كان هو ساينس في الهند، تمام. وبعد ما خلصت الساينس اللي هو كان في تخصصت في الكيمستري، اخر في التخصص بتاعي اللي هو كنت درست كل المواد بتاعت الزولوجي والبوتاني والحديد، لكن تخصصت كيمستري. عملت بعد ذاك اللي هي كان زي ما بقول هي بوست جرادويت دبلومه بتاعت مختبرات طبيه، تمام. فكل مره كان عندي يعني الحاجه بتاعتي انه والله عاوز اعرف حاجه زياده، عاوز اعمل امسك حاجه واعرف حاجه تانية. يعني في هنا الكيمستري، لا والله برضو الشغل بتاع المختبرات، فعملت دراسات وحتى اشتغلت. كان الوقت ذاك كتريننج قريب سنتين يعني، وانا لسه طالب، كنت في الاجازات. يعني اتذكر الاجازه دي من النقاط المهمه برضو، كنت بقول انه الاجازه بين الدراسيه، تمام، لانه انا كنت مع الهنود في الزود دفعت عندنا، كانوا ناس يعني، بتذكر حتى في الماجستير ديك ناس منافسه بيناتهم عاليه جدا. فالاجازه حتى للهنود بتلقاهم يعني، مثلا السمستر خلص الناس حيرجعوا اهلهم، لا تسمع فلان ده مشى المركز الفلاني يعمل تريننج، فلان ده مشى يعمل له كورس بتاع ما بعرف دراج ديزايننج في مدينه ثانيه. بذكر من الحاجات هناك كان عندنا استاذه دكتوره اللي هي كانت بتاعت جيناتيك، هي اسمها سابري ماوف. طبعا الناس الهندي كلها بيعرفوا الاسم ده، ما بينسوا كله، لانه كان صعب جدا. سابري ماوف دي كان بيقول حاجه زول صعب لابعد درجه، يعني ما في ناس بيمروا من تحتها ساي. يعني بيقول لك، انا بذكر كلام كان بيقول لهم اللي بيمر، طبعا يعني الجامعه كانت صعبه، في ناس كتير سجلوا وخلوا ما واصلوا، يعني ما قدروا يوصلوا لانه كان صعب جدا. فكان بتقول، بتذكر يقول، تقول لك يا اخي اللي بيعدي مني كان ما بتجيبه مشكله، يعني بيعدي كده يطلع مني يمشي، ما بتجيبه. يعني بتذكر في 2000 سنه 2000 و 2004 او 2003 2003 بتذكر جو ناس، يا كان عندنا برزنتيشن في الجامعه وكلمونا، قالوا في ناس حيجوا يعملوا محاضرة، ناس تخصص نادر جدا هيجوا يقدموا محاضرة، تمام. فبتذكر جو ديل كانوا طلاب بتاع ماجستير، أو مش ماجستير، كانوا هنود سفروا تقريبا أمريكا، عملوا دبلومة بوست جرادويت دبلومة في البايو انفورماتكس في أمريكا، لأنه الوقت ذاك البايو انفورماتكس ذاته ما كان جديد بالمناسبة، يعني من الكورسات الجديدة. حتى أنا لما درسته بالمناسبة كان فيري ريسكي أدرس حاجة زي دي حتى على مستوى الهند، يعني يمكن الدفعه الاولى يا الاولى يا الثانيه في الجامعه بتاعتنا. فكان فيري ريسكي انه ندرس الحته بتاعت البايو انفورماتكس. فذكر الدكتوره في الوقت ده كان جاتني اسمها سابريما، قالت يا اخي انا عايز الكلاس كله، قالت ذكر كلكم كده تدرسوا بايو انفورماتكس. يعني هي كانت بتقول لي انه ضمن من المجالات اللي هتغير المستقبل وضمن البتاع وكده كلام زي ده. فذكر مشينا، كان اول برزنتيشن حضرت فوق يعني كان برزنتيشن قدموه الشباب ديل هنا عن البايو انفورماتيك. اول مره اشوف الشكل الثلاثي بتاع البروتين او البروتين 3 دي ستراكشر، يعني كان مع انه السوفت وير، حس لو بقى تخيل السوفت وير قاعد يستخدموها طلاب يحسوا عليه، ده كان يعني دي كان حاجه يعني بدايه شديد يعني. لكن احنا الناس كلها كانت مبهوره، تخيل يعني لاول مره صوره قدامنا كبيره كده، وفي شكل بتاع البروتين 3 دي ستراكشر كده وبيتحرك، ويقول لك ده البروتين، شايف ده قدامك ده الشكل الثلاثي بتاع البروتين ده، والناس كلها بتعاين، ويقول لك يقوم يفتح لك سوفت وير ويشيل، يقول لك ده الجين او ده السيكونس بتاع الجين بتاعنا، شوف كده يعني حاجه. لانه احنا الفتره دي كان يعني لما تتخيل الجينيتكس دي تقعد تتخيل كده زي الافلام، يعني يجي بتاع ويجي الزول ده يقطع ويجي بتاع. فما كان لما جات اتذكر المحاضره دي، تمام. انا الوقت ده خلاص كان زي ما بقولوا، بقيت
يعني خلاص يعني الباي انفورماتيك ده بدا يشغلني يعني. بتذكر طوال جيت بعدين امشي ارجع، والنت حتى بتذكر ممكن ده ما كان في معلومات عن الباي، يعني بتلقى بس تعاريف عنه يعني. بس بتذكر كنت بشتري كميه من الكتب والمراجع، بمشي افتح اشوف الديفينيشن يعني، بمشي اشوف هنا اندكس بتاعه هل في كلام له علاقه بالباي انفورماتكس يعني. مثلا في كتب مثلا باي كيمستري تلقى في تشابتر مثلا في نص تكلم عن مثلا كومبيتيشن او تكلم عن باي انفورماتكس مثلا. فكنت اول حاجه بفتح الاندكس بتاع الهناء عشان اشوف هل في الكتاب او المرجع ده في حاجه مكتوبه جديده عن الباي انفورماتكس عن الحاجه دي. فعشان كده انا بعد ما خلصت الكلاريوس كان اول خيار لي اللي هو الباي انفورماتكس انه ادرس. وانا يعني في نقطه برضو دائما بالذات في الحته بتاعت الجيناتكس ده اوضحها للناس عشان ما انسى النقطه دي. انا الماجستير بتاعي كان في البايو انفورماتكس، والبي اتش دي بتاعتي كان في الهيومن جيناتكس، يعني هيومن جيناتكس اند بايو انفورماتكس، لكن مينلي الماجستير بتاعي في البايو انفورماتكس. ف يعني انا دايما دي من الحاجات الان اللي شايفها فعلا بتغير او بتعمل حقيقه، يعني بتخلي الشخص يمكن يكون مميز الى حد ما. ليه؟ لانه انت هنا عندك النولج بتاعتك بتاعت الجين. يعني انا مينلي مولكيولر جينيسيست، فهمت؟ يعني انا اصلا مينلي لما عايز الحاجه بعين لا از مولكيولر جينيسيست من ناحيه الجينيتكس، الدكتوراه بتاعتي في هيومن جينيتكس. الباي انفورماتيك هي التولز، التولز اللي بقوم بجاوب بها على اي سؤال كان ممكن يواجه. عشان كده دايما قاعد اقول للناس انه هنا اجمل كومبينيشن ان الزول يدرس حاجه فيها كومبيتيشنال وفي نفس الوقت تدرس دي اجمل كومبيتيشن. ليه؟ لانه طبعا بتلقى لو شخص مثلا في ناس بتاعت يعني مثلا في هيومن جينيسيس وعندنا التولز بتاعت الجيناتكس المعروفه يعني دي ان اكستراكشن سيكونسنج، لكن الباي انفورماتيك هي ببساطه هي التولز بتاعت الاناليسيس. زي حاليا هي زي في زماننا ده، لان حاسس ان الباي انفورماتيك ذاته قاعد اقول للناس يعني ما تدرس الباي انفورماتيك، امشوا للتولز ادفانس، امشوا للماشين ليرنينج او امشوا للديتا ساينس والحياه الجديده دي يعني. فهي دي الكومبينيشن حقيقه اللي بتخلي الشخص يستمتع اكثر. فانا اكثر حاجه تخليني كنت محظوظ فيها انه انا درست جيناتكس، عارف البيزك بتاع الجيناتكس، وفي نفس الوقت كان عندي التولز اللي بدها شو بتخليني انه اسال سؤال واجاوب فيه هنا. يعني ما كنت بحتاج انا كهيومن جينيسيس انه افتح الجزء بتاع باي انفورماتكس عشان يقوم يحلل لي الداتا بتاعتي يعني. دائما دي الحاجه اللي بتلقاها يعني، حتى في الانستتيوشن برا ممكن تلقاها. طبعا برا في الانستتيوشن الناس از تيم يعني لازم يكون في زوج بتاع باي انفورماتكس، وبعد مرات باي انفورماتكس هو لو الشخص مثلا من اريا بتاعت مثلا كومبيتيشنال او كده بتحتاج انه ستيل زي الداتا ساينتست حسي حاليا، زي الداتا ساينتست الداتا ساينس حسب من المجالات المهمه جدا. وبعد مرات الزور بتاع الداتا ساينس ممكن يكون زور بتاع ماثماتكس او يكون زور بتاع ستاتستيك. فلما يكون موجود مع جروب بتاع باي انفورماتكس هو ممكن يحلل الريزلت، لكن ما بيقدر شو الانتربريتيشن بتاعه ما بيكون مفيد كتير، لازم يشرحه للناس بتاع الجينيتكس. عشان كده يعني لازم انا بالنسبه لي كنت باي انفورماسيست، لكن الدومين بتاعي كان بتاع الجينيتكس. يعني لازم يكون شو في دومين قوي وبعد ذاك عندك شو عندك التوس. فتخلي دي اكثر حاجه خلتني استمتع اكثر كمان بشنو بال بال بالباي انفورماتكس. انا يا سيد في حاجه ما انساها والله والله، انا بتذكر في الوقت ده وانا في السمستر الاول في الباي انفورماتكس بعد ما شفت المجال ده وكنت مفتون به جدا طبعا، تمام. انا في الوقت ده في السمستر ده قررت انه الباي انفورماتكس ده انا هدرسه في السودان. يعني كان انه لازم انشر العلم ده. يعني تخيل احنا في الهند كنا بساط يعني، حتى في الوقت ده باي انفورماتكس ده حاجه كبيره يعني. اذا كان زمان ديك الجامعه يقولوا بتاع باي انفورماتكس كان حاجه فعلا حاجه كبيره، لانه كان كورس جديد. فاغلب الناس برضه كان ما عندهم فكره يعني انه هو الباي انفورماتكس. لكن انا من انه الكورس ده كان جميل وكنت مستمتع به وشايف زي ما بيقولوا كنت شايفه هو فيري بروميسينج في الوقت ده، فكنت حاسس انه والله كان في نفسي كده والله يا ياسين. ما انسى انه بعد مرات كده كان عندي غرفه كده في شقه كده في الطابق الثالث، بتذكر خط ترابيزه كده على الشباك. الهند طبعا مطر طوال يكون مطر شغاله، طبعا مرات بيجي لك استياء طبعا. شوف لما الشخص يعني تقفل معاه وخلاص تمام، بتذكر كده خلاص ما داير لا باي انفورماتكس ولا داير بطل، بس ارجع بعد اشوف ليش شغلانيه
تمام. وبعد مرات كنت هسه كده اشيل التلافه اخد انت كده تحت الهنا ولا انت تحت انت فوق الدولاب بتاعنا امشي كده بعد ساعه تاني في ده اتذكر الموضوع اتذكر اجي راجع تاني اجيب الكتاب اخد واجيب الكتاب واقعد تاني راجع. لكن انا حاجه يا ياسين ما انسى تمام. يعني انا دائما قاعد اقول للناس انا الوقت ده يعني انا في السمستر الثاني تمام كنت قاعد اتخيل نفسي يعني انا بكون قاعد اقرا تمام والله العظيم جد كنت بتخيل وانا بكون بقرا في البايوفورماتيك ممكن حاجه كنت يعني بكون بقرا فيها دي تكون مسخنه معايا هي ذات يعني ما كان سهل عشان كده بقعد بشطح معايا البيت بمخي يعني ما بكون كنت بتخيل يا اخي انا والله يعني الحاجه دي لما امشي السودان وادرسها للسودان للناس والناس تتعلمها والناس تعمل فيها وكده وانا كستيل كطالب يعني كنت اقول لك حاجه كنت بتخيل الحاجه دي تخيل نفسي انا واقف وبدرس والناس مبسوطه وبعض المرات كنت بتخيل حتى الناس بتصفي سبحان الله الحاجه دي كلها حصلت والله حصل العظيم كلها اسي بالمناسبة، يعني والله كلها انت حصلت اسي كلها انت حصلت الفيسبوك ما شايف الشات في الفيسبوك، يعني ففي ناس كتار يعني مدينين لك كتير جدا انك درستهم وفتحت لهم الباب بتاع البايو فورماتيكس وال يعني العلوم الحديثة دي يعني. وانا سعيد جدا انك انت يعني بعد ما اخذت الماجستير وكده رجعت يعني بذرت البذرة دي في السودان يعني. فنتمنى انه الوضع في السودان الغاتم المظلم ده والله ينقشع والناس ترجع للدراسة بتاعتها وترجع للعلوم بتاعتها، لأن أصلا البلد ما حتتقدم بدون صح يعني علوم ممنهجة، يعني من ما غير علم بتتقدم صح 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 بالقتل الممنهج، ولا صح بتت صح ولا صح ولا بتتقدم بالسياسة الغير صح ممنهجة يعني. صح ف صح والله انا انت عارف انا اقول لك حاجه يا سيد حقيقه يعني انا هنا عاوز ارسل رساله مهمه جدا للناس اللي برا تمام. صح انا عارف الوضع في السودان حاليا يعني الوضع يعني محبط جدا للناس لكل الناس داخل السودان وخارج السودان يعني انت والناس بتفتكي يعني الناس بتحس انه والله دي النهايه هنا. لكن والله العظيم يعني انا حقيقه دي رساله اقولها للناس وما يعني ما حاجه تنظيريه دي حاجه انا عشتها يعني انت انا رجعت السودان ده انا باي فورماتيك كنت بدرسه من 2006 ل 2019 كل الفكره دي كلها في نص اتخللها يعني سافرت المانيا لكن كنت باجي الاجازه يعني لما اجي اجازه وانا جاي الكورسات بتكون جاهزه والله العظيم يا سيدي انا اقول لك حاجه انا في اجازه سبحان الله يعني حاجه غريبه انا في كورسات كنت بدرسها والشنطه بتاعتي بتكون قاعده بره شنطتي مسافر بيها بعد من نهايه الكورس وكل المطار يعني فهمت يعني كان كده. فانا عايز اقول انه يعني انا حاليا دائما قاعد اقول كده لزوجتي يعني انه لو خليت البايفورمات وخليت الجيناتكس وخليت اي حاجه وعملت حاجه ثانيه كارير ثاني حاجه ثانيه انا يعني الحته بتاعت البايفورماتكس وتدريسي لها في السودان وكون الناس اتعلمت وشايف الناس يعني مئات الناس حياتهم مشت للافضل والسقف والاخذ سكولرشيب والحياه اتغيرت واشتغل في كل الحتات انا حقيقه دي يعني اكتر حاجه انا اعتز بيها والله. وبعدها يعني مهما يكون دي الحته الوحيده اللي بقي فيها في نقطه مهمه عايز اقولها يعني حقيقه يا ياسين الحاجات صعبه صح هنا لكن يعني يعني بتمنى الناس ترجع السودان وتدرس يعني الناس اللي عندها تخصصات لانه هتخلي يعني انا ده في تقديري البسيط يعني انه يعني مهما الزول درس يعني في افضل الجامعات في افضل الجامعات واي دراسه يعني مهما الشهادات العلميه اللي اخذها لو ما نفع اهله والد خليه ما عنده فايده ده في تقييمي انا الخاص نعم ما ما نعم ما 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 ممكن يكون عنده فايده له شخصيا لكن حقيقه ما فيها يعني ما فيها فايده انا بالنسبه لي في التقييم لو ما حاجه دي اتعكست على ناسك يعني فتخليه ما عنده انا غادي دي حاجه مختلفه حتى نعم والله سبحان الله قبل فتره ويعني بس انا ما اول مره اقول الكلام ده يعني لكن حتى هنا بعد ما جيت الامارات حاليا في انا حسب مسؤول من اللي هو الهيد بتاع البريسيجن جينوميك ميديسين
ومسؤولين، مسؤول من مركزين اللي هو مركز بتاع، مركز بتاع ارتفيشال انتليجنس والمركز بتاع الجينومكس او الاومكس تكنولوجي خاص بالجينيتكس. فحاليا مثلا من ضمن الحاجه اللي احنا شغالين فيها مجال بتاع بريسيجن، طبعا مجال تاني توت اللي بيختلف عن التراديشنال جينيتكس والحاجات دي. احنا بنصمم بايب لاينز، يعني قاعد نعمل دايجنوستيك، بنصمم في زي ما بيقولوا بايب لاينز بتاع التحليل للفورث جنريشن سيكونسنج، تمام، باستخدام الارتفيشال انتليجنس. فهي تكنولوجي عاليه اللي هي الارتفيشال انتليجنس ماشين ليرنينج. فبذكر كنت معاي من الدايركتور بتاعي ذاته معاي في الشغل اللي هو بروفيسور، اسمه بروفيسور مين، رجل رائع، وهو من حتى بيعتبر عن الجود ثينكر على مستوى العالم. يعني هو شخص دايركتور كان بتاع الهيومن جينيتكس انستيتيوت تقريبا في كوريا قريبة 40 سنة. زول يعني ما شاء الله من الناس العلماء، وفي نفس الوقت هو بيزنس مان من الطراز الاول. فكان قاعدين انا وهو نتونس كده هناك. فهو وبالمناسبة دي من الحاجات اللي انا عاوز اقولها للناس، يعني حاجة خاصة يعني من الحاجات، الحاجة الشخص الجميلة يعني مثلا الحاجة اللي بتقدمها للناس، تمام، بترجع لك حقيقة، ترجع لك والله في الدنيا، ترجع لك كثير. فالزول ده حتى انا طريقة التوظيف بتاعتي في الامارات بالناس، انا اول مرة اقول الكلام ده، مختلفة توتالي عن اي طريقة بتاع التوظيف. انت يعني بروفيسور مين ده هو اوريدي سمع بي وعارف التجربة بتاعتي بتاعت السودان بالناس، بتاعت البايو انفورماتكس، عارفه كويس، عارفني انا مين، بديت من السودان وبديت بماجستير ودرست وبتاع، وعارف الحاجات دي، وهي دي من الحاجات الاساسيه. هو قال لي محمد انا يعني دي من الاسباب الاساسيه انا كنت لازم اجيبك هنا وتكون تجوين الانستيتيوت بتاعنا. ليه؟ لانه قال لي محمد انا تخليه انت مثلا وانت طالب بتاع ماجستير، يعني الوقت ذاك، يعني انت ما بي اتش دي هولدر، عشان اقول انه الوقت ذاك انت عندك مثلا يعني كان عندك الهدف ده انك تغير، واشتغلت على مده 12 او 13 سنه انه عشان تدرس وبتاع، ومن غير ما كان يكون في اي نوع من الـ من الـ زي ما بيقولوا السبورت، يعني حقيقه انت يعني ما كان يعني الحياه دي كلها اغلبها كان بالدعم الذاتي، يعني حتى البيبرز كنا بننشرها، يعني نشر زي ما بيقولوا ما يقارب ال 190 او 200 بيبرز، دي اللي انا موجود فيها، غير البيبرز الثانيه نشرات النشرات الطلابيه. وحاسس شايف انت يعني يعني ما شاء الله حاسس بيجا ماجستير في كليات في جامعات في السودان، وناس خلصوا الدكتوراه وبتاع. حتى انا ليه الان لما اشوف بيبر في بتاعت اي هنا من الطريقه بتاعت الاناليسيس، انا بعرف الزول ده واحد من طلابي، وطوال بيجا زي الجيم، فهمت؟ من الاناليسيس ببدا اشوف بعدين الاوثر، سواء كان لسه بتاعت الاوثر بتاع الزول ده، واحد يوم يا طالبي يا بيكون واحد من طلاب طبي، يعني انا بعرف كده يعني. فالحاجه اللي عايز اقولها شو، يعني الرساله عايز اقولها للناس اللي برا، انا عارف الحاجه محبطه، وعارف وحتى هي ما ايزي. يعني انا بالنسبه لي الفتره اللي جيت فيها في السودان، وحتى كنت يعني فتره كنت بدرس فيها البايو انفورماتكس في السودان، هي ما كانت تجربه بسيطه، ولا كان حتى يعني حاجه، بالعكس كان متعبه جدا، متعبه ذهنيا وجسديا، وحتى يعني اخذت كثير من اسرتي، يعني اسرتي الصغيره واسرتي الكبيره يعني، تمام. كان انا اغلب الوقت كنت بكون في المدينه، يعني الناس في المدينه عارفيني، يعني من صاحب مرات بكون لسه عشان انا اول واحد اخر واحد بطلع من المدينه من طلابي، بعد ما كلهم يطلعوا انا اخر واحد بطلع كنت. فدي كلها كان يعني زي ما بيقولوا يعني ما كان حاجه ايزي، لكن حقيقه يعني كان بتستحق، التجربه حقيقه بتستحق. يعني يعني انا حقيقه فخور بالحاجه دي جدا، ودائما بكون فخور بالطلاب، شو كلهم شايفهم، وحاسس الطلاب ما شاء الله عليهم، يعني كلهم ونحن يعني حتى ونحن يا دكتور فخورين، فخورين جدا جدا بك. يعني انا والله سعيد، ايهما سعاده، انه بسمع في الـ في الـ في الـ يعني في النجوم، يعني نجوم ومجرات ومشحونه بالعواطف، مشحونه بالطاقه الايجابيه، مشحونه بالعلوم، يعني فربنا يديك العافيه. طيب يا دكتور، انا بس ده ارجعك شويه واطلعك من الحته دي، السودان رجعت كيف يعني؟ ومشيت بديت وين؟ كيف؟ ما فهمت كلام. يعني من الهند، انت عملت الماجستير في الهند، بعد ذلك مشيت السودان. اوريك حاجه غريبه، تمام؟
انا بعد ما خلصت الـ 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 من الهند، تمام؟ سامعني انت؟ نعم سامعك اصور يا دكتور، اي لا سامعك يا دكتور. الصور اختفت، انا سكرت اوكي فانا بعد ما خلصت يعني حتى اوريك الديسيجن دي كيف، يعني ده اهم نقطه بالنسبه لحكايه انه ذاته ابدا ادرس البايوانفورماتكس. انا بعد ما خلصت تمام جيت بالمناسبه جيت الامارات، الوقت ده كان 2006، جي زياره ومشيت المركز العربي لابحاث الجينات، عرب سنتر فور جينوميك ستادي، هسه هو موجود في دبي. الوقت ده كان يا دوب بادي ماسكه كان واحد مصري من الدكتور يعني دكتور غازي، من الناس الشطار جدا بتذكر في الوقت ده. فكان بتذكر مشيت له وانا شايل باي انفورماتكس، تمام؟ الوقت ده لما جيت الامارات كنا احنا اثنين عندنا ديجري بتاع باي انفورماتكس، انا كان بدرجه ماجستير، وثاني معي بتذكر واحد فلسطيني يعني عنده جواز كندي كان عامل بكالوريوس بتاع باي انفورماتكس من كندا. يعني احنا كنا اثنين، غازي بتذكر غازي كنا اثنين اللي عندهم باي انفورماتكس. لما حاولت يعني مثلا بتذكر هو قام قلت له خلاص، قال لي احمد شوف الباي انفورماتيك ده هنا في الامارات ما حيخش الا بعد 10 سنين. ودي حاجه كانت حقيقه يعني في الوقت بتاعي ده، كان بتكلم عن 2006 مثلا 2006، تمام؟ فقال لي يعني الباي انفورماتكس انه هنا ما حيخش الا بالطريق. فقلت الوقت ده كنت متخرج، انا اصلا كنت جاي زياره، ففترة الزياره بتاعتي انتهت، قلت رجعت السودان، تمام؟ الهدف بتاعي كان شنو؟ كان امشي اقدم في جامعه. اتفاجأت بشنو؟ انه بتذكر وقت ذاك لما مشيت اغلب الجامعات اللي مشيتها باي انفورماتيك، كلمه باي انفورماتيك اصلا ما كان معروفه حقيقه، واللي عنده معلومه عنها كان عنده معلومه خاطئه عنها، يعني اللي بيعرف الديفينيشن بتاع كلمه باي انفورماتيك هي بسيطه، انا ما بعوز اعمم الحاجه طبعا اكيد، لكن انا اي حته مشيتها كان ده الحاجه. ف مشيت لمراكز كثيره من غير ذكر الاسماء، مشيت لجامعات كميه، بقدم السي في بتاعي كان في ريجكشن اكيد، في حته بتذكر مشيت قدمت فيها، بتذكر قالت لي يا اخي والله يا اخي خلاص انت قدم لنا كده محاضره في الاول، قلت له خلاص كويس. قدمت محاضره كان بتاع باي انفورماتكس وفيها وريتهم التولز وخلعتهم بالسوفت وير اللي اتخلعت بيها زمان دي، والناس دي كلها اتخلعت انا متاكد. يعني الكلام ده كان 2007 تقريبا 2007، يعني تخيل باي انفورماتكس 2007 فاتخلعوا جدا بتذكر في اللي هنا. لكن برضه بعد كده رفضت بصوره ظريفه انها شغلني، قلت لي والله يا اخي انا الباحثين بتاعي دي انا يعني بدربهم بطريقه معينه مجال الجينيتكس ده، ومن عامل لهم ورك شوب، الحاجه اللي انت جايبها دي شكلها كده ممكن تلخبط لي التفكير بتاع الناس، تمام؟ فقلت خلاص يا اخي انا خليني يعني اشتغل ان شاء الله، بس اقعد في خلاص ما ادري، يعني حكيت انا اخذ وظيفه بقروش دي خلاص رفضت، قلت له خلاص خليني اخذ معاكم تريننج، قلت له والله سوري ولا تريننج ما في، كويس خليني اجي اقعد في اللاب سايت معاكم، برضه رفض. يعني والله محمد اسف انا برضه في اللاب ما حقدر اخليك تجي، خلاص ما مش اليوم ده. كان طبعا قبليها كان في كميه من الريجكشن، يعني تخيل يعني انا في الهند كان يعني كنت متخيل انه لانه باي انفورماتيك كان الفرص بتاعت التوظيف تحته كثيره جدا في الهند، تمام؟ حتى انا اخذت هناك كان وظيفه برضه في مركز في بومباي بذكر، يعني كانت عقدت معاهم في الباي انفورماتكس وكده. ف وبالناس انا بديت كان الدكتوراه في الهند برضه كنت يعني قبل ما ارجع السودان برضه بديت، وفي النهايه خليت اللي هي كان في جي ان يو اللي هو جوهرلال نهرو يونيفرسيتي في نيو دلهي، لكن قطعتها ورجعت السودان. يعني فبتذكر يعني اغلب الجامعات لما بمشي، ودي الحاجه اللي عايز اقولها دايما للناس، الموضوع ما ايزي، انت يعني انا يمكن قريب 9 شهور دي قاعد لافي ما عارف انا همشي وين البايفون، ومصر انه لازم البايفورماتيك ده لازم شلون لازم 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 اشتغل، لانه حقيقه انا كنت الوقت ده كنت قاري كثير، يعني حقيقه قاري ومعي سوفت وير ومراجع وبتاع، فكنت داير بفتش لي فرصه بس. يعني انا الوقت ده بتذكر حلمي كان انه بس واحدين يسمعوني،
يعني بس اسمعوني، يعني كان يسمعوني انا حقول شنو، يعني حقيقه كان في اغلب الحتات ما ادوني حتى الفرصه دي يعني الجامعات دي، ورجعت لها الجامعات دي تاني بعد فتره درست فيها البايوفورماتيك كان بصوره افضل يعني من هنا. فالحاجه عايز اقول شو اليوم ده بس كان احباط ما عادي، لانه اتخيل يعني انا مشيت قعدت ما يقارب 6 سنين 7 سنين في الهند ورجعت تمام وقاعد، فالموضوع ما كان ايزي بالنسبه لي، حتى بالنسبه لاسرتي وكده. بشوف انه يا اخي والله يا اخي الناس بيقولوا زول ده يعني زول ده ماشي قاعد درس هناك وجا راجع بكورس، لا في السماء لا في الارض يعني، فهمت؟ لانه ما معروف حتى الوقت باي انفورماتيك ده يتصنف وين، يتصنف مع الهندسه ولا يتصنف مع الفارماسي ولا كان حاجه كده ما مفهومه تمام. بتذكر كان الاحباط ما عادي والله يا ياسين. انا بذكر طلعت اليوم ذاك من منطقه، انا ما عايز اذكر المنطقه ذاك، لكن من شارع الجامعه تمام، ماشي كده برجولي. لما وصلت وين؟ لما وصلت حديقه الغرشي تمام. في حديقه الغرشي هنا عندي صاحبي اسمه محمد خليل، انا من هنا يعني احييه. محمد خليل من الطلاب المميزين جدا وصديق، درس معانا في الهند وحاليا هو عنده الاكاديميه العالميه لو شفتها، يعني ما شاء الله من الناس الناجحين جدا في حديقة قرش. حسب بقت أكاديمية ضخمة، زمان كان اسمه مركز، اسمه مركز نسيت اسمه والله المركز بتاعه، كان مركز صغير كده. فأنا مشيت له كنت وقت ده مشيت كده وضربت له وقاعد زهجان وشمس وبتاع، قعدت كده في ست شاي كده قاعد جنبها جنب حتى تغرشي، قعدت كنت ضربت له محمد خليل لانه ذكرته هو قاعد في الحته دي، يعني هو ساكن ولا عنده مركز في الحته دي، كنت ضربت له كيف وبتاع. قام قال لي يا اخي تعال يا اخي انا عندي المركز بتاعي تمام، وصف لي. هو كان مركز قريب يعني، هو يعني خطوات يعني من الحته اللي انا قاعد فيها يعني، كنت مشيت له. فبتذكر طلعت له وهو بيجي يسال لانه كان في ترم قابلنا، و يعني بتذكر قام سالني يا اخي انت عامل شنو بتاع، كنت وريته والله يا حمد انا ما الاقي وظيفه وكده وبتاع. هو كان شافني يعني في الهند الوقت ده، انا كنت اكتف يعني حتى في اتحاد الطلبه السوداني كنت بقدم محاضرات عن الايدز والكانسر وبتاع والحياة دي يعني، يعني زي ما يقول بدينا الحكايه دي من الهند يعني. ف بتذكر قام وريته انه الحته بتاعت يعني انا وشاف الاحباط، قلت له يا اخي انا ما في حته والجامعات كلها ما في واحد عايز يديني فرصه ادرس وانا بقيت بتاعه، وطبعا في فلسه ضاربه كله انت وزهجه وسخانه. قام قال لي يا خصمه انت ما تدرس في مركز خاص. انا للان دي حاجه ما انسى، يعني الباي انفورماتكس يعني الشخص اللي اداني فكره حقيقه. انا كنت جاي عارف انا هدرسه في السودان لكن ما كنت عارف كيف، وانا تخليه هو لانه الوقت ده اوريدي كان في مركز وعنده تريننج سنترز وبتاع، فكان عنده النو هاو. انا ما كان عندي فكره حقيقه. فهو واحد من الناس يعني جعله الفضل في حكايه انه خدتني اداني اول فرصه اني ادرس الراجل ده محمد خليل ما شاء الله عليه. فقام قال لي يا اخي اسمع يا اخي انت ما تعال خلاص درس معانا هنا في المركز. هو مركز بتذكر الوقت ده كان بيدرس كورسات بتاعت لغه انجليزيه للطلاب الثانوي الممتحنين يعني، هو كان يعني كان عنده كورسات، بس كان في كورسات بتاعت اداره كان بيدرس، لكن مين اللي كان بيدرس لغات وحاجه زي دي يعني، فالانفورماتيك كان جديد يعني. فقام قال لي خلاص نعمل اعلان. بتذكر مشينا عملنا اعلان في جريده، هو لانه الفلسه ضاربه كده فعملناه اعلان صغير بتاع الجريده، كان اي كلمه بيدرش فعملناه كده اعلان كده. ليه اسال؟ بتذكر بضحك يعني، كان في الاعلان كورس نادر للباحثين للطلاب والباحثين، كورس نادر الراغبين اضرب في الرقم ده مقصود راغب بس كده، دي طريقه لو كله ما فايت الاربع كلمات تقريبا الوصف ما كان حق الجريده ذاته عندنا لو يعني. فمتذكر اول نايم محاضره كان يوم ثلاثه، كان زي الساعه 4، وجيت انا اليوم ده جاهز، دي اول مره انا جاي حادرس وفي ناس حتجي تسمعني يعني للباي انفورماتكس. وذكر درست المحاضره، ولما دخلت كانوا حوالي خمسه طلاب دي اللي جايين،
ما تتخيل انا فرحان بهم كيف، يعني الناس زي انا ليه انا اشكالها ما راحت من اشكال الناس دي، ليه حسن قاعده في راسي والله العظيم سبحان الله. يعني اكثر ليه الان بتذكر الاشكال بتاعتهم، يعني سنين مشت لكن اشكالهم لسه منحوته في مخي، يعني الناس الخمسه قعدوا لي دي، لانهم اول ناس ادوني زي ما بقولوا كده، يعني زي ما بقول ادوني جرين لايت تو باس، يعني الستيبل بعدين. فهم كانوا خمسه بتذكر، والخمسه دول انا كنت حاسس انهم زي اصحاب كده، يعني هو نازل ما جايني، انا غير كان عندي احساس كده انه نازل، كانوا قاعدين تحت يشربوا شاي، كانوا لافين، اللي قالوا كده نطلع فوق نشوف الموضوع ده، يعني حسيت انه زي بيعرفوا بعض كده، وجو خش الكورس ده، يعني هم بيعرفوا بعض، يعني هم ما من بعض ما بعيدين من بعض، هم كلهم قريبين، فكلهم جو كده مع بعض وحضروا الكورس. فبتذكر الوقت ده انا بتذكر كنت مبسوط اصلا مع دي، جبت اللابتوب وشغلته ولابس البدله والكرافته وخلاص، اليوم ده جاي للمحاضره وقاري كويس لكل الاسئله اللي هيسالوها والبتاع، وهتكلم عن الجينيتكس اول مره هنا. فدرست بتذكر كنت بدرس المحاضره معاهم كده، فمن بعد زي ما تقول 20 دقيقه كده من المحاضره، اي واحد كان بيستاذن يعني يقول لي عن اذنك كده، ويشيل الموبايل ويطلع عن اذنك ويطلع. الحاجه دي انا حرقتني، يعني ده وصل اوريدي بالسلبيه، الحاجه السلبيه الموجوده، كنت مثلا الناس زي شكلهم ماسكين ميزه، قلت لهم يا جماعه شوفوا يا اخي، يعني الحاجه دي لو حقيقه ما نافع معاكم او بالنسبه لكم انتم ما شايفينها هنا، فممكن تمشوا، يعني ناس يعني ما ممكن ما كمبلسري تقعد ليه في الكلاس، ممكن تمشوا وتكسبوا زمنكم وانا اكسب زمن. قام قال لي لا لا بالعكس يا استاذ، احنا ما قاعد نطلع برا عشان نتكلم بالموبايل، احنا بنطلع قاعد نضرب لناس تانيين نقول لهم تعالوا احضروا المحاضره دي جميله جدا، لازم يجي يحضروا الحاجه دي. والله يا اخي انت لو قاعد تضربوا للناس عشان يجوا هشيله اضربه عادي. فانت قلت له يا اخي انا اقول لكم حاجه اضربه زي ما ادري، قلت له يا اخي انا اقول لكم حاجه، خلوني امشي كده، احنا نجي بعد المغرب تمام، قلت لهم خلونا نعملها بعد المغرب، انتوا الوقت ده تكونوا ضربتوا لاي زول واي زول يكون جا. بتذكر والله بعد ما الكلام ده كان بدا زي الساعه 5 بعد المغرب، لما جيت القاعه كان فيها ما يقارب ال 30 شخص، يعني حتى القاعه كان صغيره، في ناس كانوا واقفين بالجنبه، يعني انت في واحدين قاعدين والباقيين ما هنا. فبقيت انا اثناء بدرس المحاضره في ناس كان بتيجي، فبيجي يقول لي يا استاذ يا اخي انت المحاضره دي احنا دي ما سمعناها من الاول، دليل نعيدها. فبقول لهم بكره خلاص. فانا لمده يمكن اسبوع او اسبوعين كنت بعيد نفس المحاضره، لانه ناس بتيجي كميه، كان فهمت يعني ناس كانت بتيجي بكميات ضخمه جدا. فكان يعني ما تتخيل المتعه اللي فيها، يعني انا يمكن اسبوعين كنت بعيد نفس المحاضره نفس الورشه، بعيد نفس كلامي، شفت زي نفس الكلام ذاته زي ما، لكن الناس كان كل يوم بشوف وجوه جديده، والناس كان بيسجل. بتذكر لمحمد خليل او خليل كان بيقول لي بس خلاص باي انفورماتكس المركز ده من فعلا، يعني فعلا قال لي ثاني مره لا بس باي انفورماتكس، باي المركز ده بتاع باي انفورماتكس في السودان نعمله. وفعلا يعني انا اقول لك والله وصلت لمرحله يا سيد، انه كنت بخش المحاضره هنا في كلاسين ثاني بتكون فاضيات، لما اطلع من المحاضره الكلاس الثاني بيكون اوريدي اتملى، يعني كلاسين بيكونوا اتملوا، واحد اتملى والثاني. فامشي كده بس يا دوب اشرب لي قهوه ولا اصلي وبتاع، باجي راجع للشو للجروب الجديد. ف من نقطه عايز اقول لك، من حبي كان للجينيتكس والبايوفورماتكس، وانه ذاته يعني يعني انا ما كنت بحس بالتعب، فهمت؟ فكنت بدرسها، وانا ما قاعد احفظ الكلام، انا كنت يعني بفهم الكلام، يعني لما ادرس الحاجه هنا لو حضرت معايا الورك شوب نفس المحاضره بعد ساعتين هيكون نفس الحاجات الاساسيه، لكن الاكزامبل جديد وحاجات توتالي يعني بهنا. وكنت بكون بنفس النشاط، يعني يطلع من دين الناس بيفتكروا، في ناس كانوا بيقولوا يا دكتور خلاص خلاص كفايه وبتاع هنا، فكده ارتاح وبتاع، او واحد يقول لي كده متعب انت، لا انا مبسوط، بقول لهم لا انا بس شو حياتكم بتخرج وخلوني كده، انا مع حياتي اللي انا دي فرصه جاتني، انا اول مره اشوف لي بشر يقعد لي اصلا بشر قاعد لي، دي ذاتها فرصه ذاتها ما حصلت في حياتي يعني. فمن هناك يعني بعد ده فعلا بدل البايفورماتكس، بعد ده الكورسات بدات تجي بكميات وبتاع، وبعد ده الناس اللي بيجوا جوني هم الناس الباحثين في الجامعات والباحثين في مراكز الابحاث،
فبيجت هم بيجوا يرجعوا يكلموا المدير بتاعه والدايركتور، وفي جزء منهم هم ذاتهم رفضوني يعني، تمام، ضربوا لي بعد 6 شهور يعني انه اجي ادرس معهم الحاجه دي. فمن هناك بدات الحته بتاعت الباي انفورماتكس. الوقت ده اللي هو انا اشتغلت في اول كمان الفرصه يعني، كنت استيل انا هو طبعا مع المركز، لكن كنت بحتاج اقعد في حته في يعني ده لي حته كده اقعد فيها يعني هنا، ودي الحاجه اللي قدمتها لي مدينه افريقيا حقيقه في الوقت ده حقيقه، كان دكتور اسامه الرئيس. فهو الوقت ده كان بتذكر واحد في جامعه السودان، دكتور في جامعه السودان كلمه، هو الوقت ده كان عبيد في الجامعه ولا كده، ففعلا طرح لي فرصه بتاعت انه بتاعت الباي انفورماتيك. والوقت ده احنا بدينا اول مركز بتاع باي انفورماتيك اللي هو تقريبا في 2008 يا نهايه 2007 ده كده، يا دوب بديت اول مركز بتاع باي انفورماتيكس، وزي ما بقول كده بديت استغر في حته، ومن هناك بدات الرحله بتاعت التيشينج. لكن انا اقول لك يعني عشان اختصر لك الحته بتاعت الباي انفورماتكس، انا كنت مقسمه لمراحل، تمام، يعني الوقت اللي انا جيت فيها جيت من الهند، تمام، لان الوقت ده كنت بدرجه ماجستير يعني ما كنت PhD، فالوقت ده ما كنت بمسك بحوث ولا بقدر اشرف على الطلاب وكده. فالوقت ذاك يعني ممكن تقول من 2006 ل 2010 او 2009 نهايه 2009، دي الوقت ده انا فقط كنت بعمل بروموشن للباي انفورماتكس، فقط بروموشن، تمام، تو بروموت الباي انفورماتكس، والحمد لله يعني نجحت في الحاجه دي في اي حته يعني، مشيت جامعه كورتوفان، الجزيره، وين كلها اي حته انا ممكن ولك درست فيها يعني، سبحان الله، دي حاجه انا اعتذرها جدا يعني. من 2000 بعد ما مشيت سافرت المانيا، وجيت بعد ذاك 2013 بعد التفكير كان مختلف، اللي هو التركيز كان مركز بعد، ركزت على شنو؟ على الابحاث والببليكيشن يعني. فترة اولى كان بتاعت ممكن تقول بروموشن فترة بتاعت بروموشن، بروموت المجال والناس تعرف الباي انفورماتكس، والوقت فعلا الناس ممكن تعرف الباي انفورماتكس، حتى الناس كانت بتنتظرني يعني، بتذكر في الاجازات يعني الناس لما اكون جاي مثلا بتاع، الناس كانت بتكون منتظره يعني. كنت بتعاقد مع اغلب مراكز يعني، مراكز خاصه، اشتغلت مع مراكز خاصه، لان انا شخصيا كنت بشوف دي اسرع طريقه ممكن توصلني للناس يعني للناس الثانيه. لكن انا كان عندي اشتراط مع اي مركز خاص، انه حقيقه انا يعني دي حاجه اقولها يعني، كان بشترط معاهم انه يا والله الكورس لازم القروش تكون مخفضه جدا، ده اول حاجه، تمام. ودائما كنت بقول للناس يعني المركز، كنت بقول له حاجه، بقول له يا اخي لو جاك واحد قال لك ما عندي تدخل، وقلت له دي امانه انا يعني انت مسؤول بها امام الله، انا ما حقعد اسال الناس اللي قاعدين، لكن انا دي حاجه اقول لك، فدي دي من الحياه، لانه الهدف ما كان هدف بتاع مادي حقيقه والله العظيم. انا في فرصتك ده بعد سنين دي طلعت منها زي ما بيقولوا يا سبحان الله، بس بدعوات الناس يعني اللي هي اهم حاجه يعني في الدنيا. لكن الفتره بتاعت 2000 2000 من 2006 ل 2010 جس ممكن تقول هي بروموشن، من 2010 ل 2013 ل 2017 او 2019 التركيز كان بتاع يعني على البحوث، والحمد لله دي يعني بالرغم انه يعني ما كان في فند، هو صراحه ما في كان في فند يعني في حياتي، ما كان في فند يعني، تمام، فاغلبها كان بالفند الذاتي. والحاجه هنا بعدين تيجي النقطه الثانيه، الحته بتاعت الكومبيتيشنال اللي هو لما يكون عندك الطرف الثاني بتاع، فانا في الحته بتاعت الكومبيتيشن الحمد لله بدينا حتى من الاول يعني، بدينا في التحليل بتاع البيزك باي انفورماتكس، بعد ذاك مشينا لحاجه ادفانس اكثر. وانا ده اول حاجه اتذكر من الحياه اللي اعتز بيها، انه اول واحد كان يدرس الحته بتاعت الاميون انفورماتكس اللي هو بتاعت الفاكسينيشن، حسيت كل الجامعات في السودان ما شاء الله بتخرج الناس بالحياه دي، وفي بدينا الاميون انفورماتكس، بعد ذاك مشينا للترانسليشن باي انفورماتكس اللي هي كيف نجيب الداتا من الداتابيز ونبدا نحللها، دي يعني هو ذاته مجال، هو كان فيري يانج ساينس، احنا بديناه يعني. حتى بتذكر في الفتره دي مشيت، كان مشيت لانه انا كان عملت كان اللي هو زي تريننج في جامعه هارفارد، اللي هو بوست دوك تريننج في جامعه هارفارد، فلوشيب تريننج، كان منحه دافعينها لي في قطر فاونديشن، تمام. فبتذكر الوقت ذاك 2016 لما مشيت هناك، وبعد ما اخذت المنحه هناك ومشيت، فقمت عملت محاضرة وكنت عرضت لهم الابلكيشن بتاعتنا يعني، كان في السودان الناس دي بجد يعني اغلب الناس كان جد
يعني سهوله بالحاجات دي يعني، فهمت؟ يعني بالنسبه لهم حياه الباص وستيل يعني، يعني انا ممكن اقول لك البايوفورماتيك عندها كوفيكيشن في السودان، والناس حقيقيين عندهم ديجري بتاع از بايوفورماسيست حقيقه في السودان، انا ممكن اعتبرك من الدول الكبيره جدا هسه حاليا. ما بقول كده عشان اكبر قومي، لكن انت حقيقه يعني بس ما موجه حقيقه، هو ما موجه، لكن الناس، وانا شفت لي يعني سبحان الله يعني قابلت في الرحله دي بتاعت البايوفورماتيك، قابلت يعني اجمل الطلاب زي ما بيقولوا، قمه النشاط والذكاء، والناس السودان دارت تتعلم حقيقه، الناس باين دارت عليهم يا تتعلم. دكتور، باين عليهم بالمناسبه. بس يعني الرسائل في الفيسبوك في الشات، وهنا الرسائل معانا في الزوم، يعني كل الناس يعني مبسوطه جدا. كان انه انت درست هنا البايو فورماتيكس ومركز الابداع، تقريبا اسمه مركز الابداع. الإبداع، مركز الإبداع، ففي محمد خليل في ساره محمد عبد خليل الرحمن عثمان قالت مركز الابداع، نحن اول دفعه معاك هناك، تخلي دي الناس صح يقاموا يشيلوا التليفون يضربوا كده يعني. كيف فالدكتور ما معك اكيد، هي ما يتخلى ساعتين حتكفينا الليله. واحد كافي، لكن خلينا، انا عاوز اختم بحاجه بسيطه هنا، لا لا، انا نقطه مش داير كده، سريعه. داير اخد منك وقت، اها انه الاسبوع الجاي نيجي نواصل، لانه في حاجات كثيره جدا احنا دايرين نعرفها. هي في حاجات كثيره حنتكلم عنها بالتفصيل، ما في مشكله، اكيد والله، اكيد طبعا، اوكي تمام تمام دي حاجه تسعدني جدا والله، ما تتخيل انا مبسوط كيف، حاسس زي ما شايف هسه الناس كلها شايفاني يعني بتكلم لا لا باريحيه تمام جدا، جدا لانه يعني. شنو، لا انا لا لان هي ونسه يعني، خدت لك لسته، هي وما ونسه. دارين نضغطك اكثر من الساعتين يعني. فان شاء الله الساعه ربع ساعه دي واصل فيها، والاسبوع الجاي ان شاء الله برضه حنيجي نعمل حلقه ثانيه، وتكون دي اول مره نحن نعمل حلقتين كويس مع زول واحد يعني، كويس وتستاهل. كويس كويس. انا في ربع ساعه دي خليني انتقل لنقطه مهمه زي ما انا تمام قلت، اللي هي حكايه يعني، بعد ما انا اللي هو مثلا جيت واشتغلت في السودان، الحمد لله نشرت كميه من الببليكيشن، انا عاوز اتكلم بنقطه مهمه، وده كده الناس كلها عاوزين يحضروها، وانا داير الناس تستفيد حقيقه يعني من الحاجه دي يعني. فالحته بتاعت يعني الحته بتاعت بعد ما نشرتها في السودان يعني كميه من الببليكيشن، اكيد لك انا كنت قاعد اسال نفسي اسئله كثيره يعني، كنت قاعد اسال انه يا اخي ها كويس، بعد كده في شنو يعني المرحله الثانيه شنو؟ ده ما كنت قاعد اسال اسئله زي دي، تمام؟ و دي بتوديني طوالي لنقطه مهمه، الحته بتاعت الاندستري، تمام؟ في دي من النقاط المهمه اللي احنا المفروض نعرفها في السودان، والناس كلها لازم يعني، كل الناس الموجوده باختلاف درجاتنا العلميه، اختلاف درجاتنا العلميه، الحته بتاعت الاندستري، في لبس كثير جدا حاصل للناس، وانا واحد كنت منهم. بتذكر 2017 انا جالس عايز اشرح نقطه مهمه، 2017 في وظيفه الوقت ده انا كنت في السودان، في وظيفه كان في شركه في سنغافوره، تمام؟ في سنغافوره فتحت شركه، كان دارين زول متخصص في الفاكسين، في مجال تصميم الفاكسين، تمام؟ دايرين ساينتست اللي هو كده، البوزيشن ده كان بتاع ساينتست للمجال بتاع الفاكسين. فانا الوقت ده قمت قدمت، شو قدمت السي في بتاعي، تمام؟ والسي في بتاعي كان كبير، بتذكر الوقت ده كان مشروع فيه 92 بيبر وتريننج وفولو، فكنت النظام شنو، انا قافل مليون في المية انه شنو البوزيشن ده انا حاخده، ما في اثنين ثلاثه سنغافوره، حتى بقيت امشي افتح اليوتيوب وافتح سنغافوره اشوف فيديو، خلاص يعني الحاجه دي عندي الهوس ده عندي انا، فهمت يعني؟ ايوه كل ما اخد حاجه طوال بشوفها ببني عليها طوالي، فبقيت ابني على الحاجه دي، كم جاني ريجكت، تمام، للوظيفه، وانا بعتبر ده اجمل ريجكت يعني في حياتي، تمام، جاني ريجكت، يعني انا كنت ما فاهم حقيقه الليله، انا كنت متخيل انه يا بعد ما قريت البروفايل او الجوب بروفايل، كنت شايف انه والله يا اخي انا اكثر من حياتي اللي هم عايزيننا دي، انا شويه عاوز اجي، انا ليه قلت السوري عشان اوري الناس اللي هو كيف انا انتقلت او من الجانب بتاع الاكاديميه للجانب بتاع الاندستري، يعني انا بعد ما مثلا في السودان كنت اسيستنت بروفيسور ونشطت في كميه بابليكيشن، لما جيت في تركيا كان اتغيرت البوزيشن بتاعي، كان مسكت ار ان دي مانجر، وبعد ذاك انتقلت اللي هو بعد ذاك اخذت البوزيشن بتاع اللي هو ساينتفك دايركتورز، ووصلت للسي او في الشركه بتاعنا، في الشركه هنا. فانا هسه بتكلم لك عن تو بروفايل مختلفات، بروفايل بتاع واحد هنا اكاديمي بحت، تمام، وبروفايل ثاني بتاع شو
ده هيوديني للنقطه المهمه انا عايز اتكلم عنها، اللي هي حته المجال بتاع الاندستري. في الجانب الثاني انا بتاع زول بتاع اندستري بتاع سي او، طبعا الحاجه دي عملت فيها كميه من الكورسات، يعني درست كورسات كثيره بتاعت بروجكت مانجمنت وديجيتال ماركتنج وديجيتال ترانسفورميشن وسيلز، الكورسات دي كلها، وحاليا انا بعمل ام بي اي يعني. فدي دي نقطه عايز اقولها لنا. فلما قدمت للشركه في سنغافوره بعد ما رفضوني، تمام، بعد فتره جيت فتحت نفس الشركه، قلت اشوف الزول اللي دعيني بعدي هو منو. لقيت واحد هندي، قمت عملت داونلود للسي في بتاعه، لقيت السي في بتاعه بسيط، يعني هو عنده بي اتش دي فريش جرادويت، الوقت ده مخلص دكتوراه 7 سنين، وعنده تقريبا ناشر زي 3 بيبرز يعني، فهمت؟ هو عنده ام بي اي، تمام، عنده ام بي اي ان بتوين. وبعد ذاك انا بعاني في السي في، يا ربي في شنو، يا ربي في حاجه كده انا ما واضحه لي، تمام يعني. وانا كنت بفتكر انه والله يا اخي انا ودي اهم نقطه بالنسبه لي. قمت كتبت ايميل انه للزوره بتاعت الاتش ار مانجر، اللي هي بتذكر اسمها ساره بريطانيه كده بريتش. فقمت رسلت لها، قلت لها يا اخي انا، وهي بتعرفني كويس، قلت لها يا اخي انا بس انا داير من زمني 20 دقيقه بس في يوم الاحد او حدد الزمن، انا حاسس في حاجه ما فاهمها حقيقه، تمام. قلت لها انا رسلت السي في بتاعي، تمام، وانا عملت وكده وكده، وانا تخيل لي، قلت لها بعتقد انه انا عندي حاجات كافيه وكده، لكن انا قلت لها انا ما قلت لها ضارب ليك عشان اقول لك لا عاوز اشتغل، لا لا لا، قلت لها انا بس داير اعرف الكومنت بتاعت الناس، الكوميتي اللي شافوا السي في ايوه بتاعي، الكومنت بتاعه كان شنو في السي في بتاعي، لانه قلت لهم الحاجه دي انا حاسس انها يعني انا محتاج ليها، انا في حاجه انا ما فاهمها، تمام. ودي الحاجه اللي حاسس نفس الحاجه عندي كميه من الصحبان حاسه، والبوست دوك بيواجهوها، وانا متاكد في ناس كتير حاسه هيقول لك قدمنا لشركات وما ردوا لينا، قدمنا لشركات ورفضوا لينا، انا حاجه اشرح لك ليه بيرفضوا وليه الحته دي، تمام. فقلت لها يا اخي انا حقيقه عاوز اعرف انه ليه، بس ده انا اعرف. قلت لها بالناس انا ما حقدم تاني يعني، ليه بدي ما حقدم حتى في الشركه بتاعتكم، يعني ما مش هصلح السي في واجيكم تاني، لا انا ما حقدم خلاص. لكن قلت لها ده معلومه. فعلا جت قابلت الزكاه يوم احد كده، وقام جابت لي ورقه كده بتذكر، قالت لي يا محمد دي الكومنت بتاعت الناس كلهم، تمام. قلت انا خلاص كده نمشي نبدا بالكويس للاسوء، نبدا بالحاجه الكويسه وامشي لهنا. قالت لي يا اخي الناس دي كلهم كتبوا يعني الكومنت بتاعتهم انك يا اخي انت يعني عندك زي ما بيقولوا سوليد اكاديميك باك جراوند، سيرتيفيكيشن، بابليكيشن، سوبرفيجن، الحاجات دي كلها، از شو، فانت جود از شو از اكاديميك ساينتست، لكن از اندستري ساينتست انت كنت زيرو. قلت لها لا حول ولا قوه، طمنتيني اصلا، يعني كيف زيرو كيف يعني اصلا ما لقوا حاجه. وانا حاليا فعلا لما اشوف السي في بتاعي في الوقت ده انا فعلا كنت زيرو، لان ودي الغلط اللي بيقعوا فيه الناس، اللي حاسس انا بس في الوقت البسيط انا عايز اقول حقيقه في الزمن البسيط، هقوم اختصر الكلام واجي المره الجايه هتكلم عنه بتفاصيل اكثر في شكل ونسه على اساس الناس تقدر تستوعبه وطوال تطبقه. وبعد ذلك ان شاء الله هعمل ايه ورشه يعني بقدر الامكان، هشوف يعني، لانه هو صعب انه تتعامل يعني في ونسه، فانا بجي ان شاء الله زي اسبوع كده اعمل ورشه في الموضوع ده، هدرب حتى ناس الجامعات على اساس انه الحاجه دي تتعامل يعني، لانه نقطه مهمه جدا. كويس. حقيقه المجال بتاع الاندستري توتالي بيختلف، ودي الاخطاء اللي بنقع فيها احنا كاكاديميين. احنا كاكاديميين بنسوق نفسنا للشركات كاكاديميين. فهمت؟ وناس الشركات، اي شركه يعني الشركات الكبيره دي لما يشوفوك انك انت اكاديمي وبتسوق نفسك اكاديمي، يعني the more you show that you are an academic، يعني انك انت زول اكاديمي، كل ما يسهدوا فيك اكثر. ليه؟ اوريك ليه، تمام؟ وانا هشرح النقطه دي باتجاهين، وانا متاكد الحاجه دي الناس هيفهموها وهيشتغلوا عليها طوال. خد في اتجاهين، هنا دي الاكاديميا ودي الاندستري. توتالي الاتيتيود بتاعها مختلف، التولز بتاعتها مختلف، المايند سيت بتاعها توتالي مختلف. يعني هنا احنا عندنا اكاديميك ساينتست وعندنا هنا اندستري ساينتست. الاكاديميك ساينتست بيفتكر انه ممكن طوال يمشي الشركه ويشتغل، وهو توتالي رونج. اوريك ليه؟ لانه مثلا لو جينا شفنا الاكاديميا كلها، الهدف بتاع الاكاديميا شو؟ احنا الاكاديميا كلها بانواعها بكل اختلاف تخصصاتنا، تمام، لو هي كوليج ولا يونيفرسيتي ولا حتى هي ريسيرش انستتيوشن، الهدف بتاع الاكاديميا ميلي تو شو؟ تو اكسبلور النولج، صح؟ هي كلها از اباوت ذا نولج.
فاحنا وي ار ديسكفرينج وي ار اكسبلورينج النولج دي، لو هي جيناتكس ولا في انجينيرنج او في اي نوع من الحاجه، فاحنا بنكتشف في معلومات النولج، وبالتالي النولج دي بنخدها بطريقه معينه اللي هي في شكل بابليكيشن، تمام، بيز اون بابليكيشن بتاعتي دي، تمام، والنمبر بتاع البابليكيشن والجيرنال اللي نشرت فيها والسيتيشن بتاعه وكده، بالتالي انا بترقى في المجال بتاعي في شنو، في الاكاديميه، تمام، كويس. بالمقابل هناك الاندستري، فهنا عشان انت تقوم تعمل الاكاديميه وتنشر بابليكيشن وتعمل الحاجه دي، زي ما بقول انا قاعد اقول لهم عندنا عده شغل معينه، احنا عندنا عده شغل لازم اللي هي بتاهلك انت تعمل الحاجه دي، اللي هي دي نقول التكنيكال سكيلز بتاعتك بتاعت الاكاديميه، اللي هي الحاجات العامه يعني المين التكنيكس المين انت بتستخدمه، الساينتفك رايتنج، الستاتستيك، التولز اللي بتمكنك انك تكتب البيبرز، تمام، بلس الحاجات التكنيكال الخاصه بمجالك، يعني مثلا دي ان اكستراكشن، بايو انفورماتكس، برضه فدي دي التولز اللي بتاهلك انك تخليك تكتب بيبر، وبالتالي شنو؟ وبالتالي وبالتالي تترقى في مجالك الاكاديمي. هناك توتالي اندستري بتختلف، اندستري ما فيها بابليكيشن، عشان كده انا اوتوماتيكلي يعني انا مثلا لو كنت في سي او بتاع شركه في تركيا، كنت بعمل انترفيو مثلا مع واحد باكستاني، هو يعني لما بساله ليه انت هتيجي تشتغل معانا، هو بيوريني انه هو نشر بابليكيشن في نيتشر وفي ساينس وكده، فيري جود، انا فاهم الحاجات دي، انا زول اكاديمي، هذه حاجه كبيره، لكن بالنسبه لي هنا هو ما بينفع معي، هو بينفع معي ممكن في جامعه، في اكاديميا، في كوليدج، لكن ما بينفع معي هنا. ليه؟ لانه الاندستري ببساطه الاوت كم بتاع الاندستري ثلاثه حاجات، اللي هو عندك الاندستري ممكن يكون برودكتس اور ابلكيشن او سيرفيسز، دي الحاجات المين، يعني انت عندك برودكتس، فمستحيل العده تحت الساينتفك رايتنج هي تنفع بهنا، فهنا التوتال عدتها مختلفه، او السكيلز اللي بعينها هي مختلفه توتالي. هنا احنا هنا انت ممكن، انا مثلا لما يجيني سي في حسب ما اشوف سي في بكون بتبسط، اقول والله الزول ده ينفع معي في الجامعه مثلا، لكن ما بينفع معي في الجامعه، ما بينفع معي في الشركه. انت ليه؟ لانه الاكاديميا الاندستري زي ما قلنا عندها برودكتس وعندك سيرفيسز او ابلكيشن، برودكت اي منتج، سيرفيسز لو حاجه بتقدمها كخدمه، سيكونسنج دايجنوستيك او حاجه، ابلكيشن اي نوع منها. فبالتالي عده حتى السكيلز اللي هم دايرينها اللي هي بيقولوا عليها ترانسفيربل سكيلز، اللي هي مختلفه توتال، اللي هي دي الحاجه اللي بيهتني بالبيزنس. فشنو؟ فالاكاديميه ببساطه بتترجم شنو؟ بتترجم اللي هو زي ما بيقولوا الموني لنولج، والاندستري بتترجم لك النولج لتو شنو؟ انتو برودكتس تو بزنس تو ماني. فبالتالي الحاجه المين، ودي الغلطه بتاعت الاكاديميين كلهم، تمام، وانا كنت منهم، تمام، انه بنسوق بالحياه الاكاديميه. هنا عده التسويق بتاعتهم توتالي مختلفه، احنا هنا دارين ترانسفيربل سكيلز، اللي هي دي الحاجات اللي بتزيد الارباح، ودي الحاجات اللي بتنفع بالتسويق، ودي ببساطه الفرق بين الاكاديمي ساينتست والاندستري ساينتست. الاندستري ساينتست هو عنده المايند سيت بتاع البيزنس كويس، الحاجه المفروض يعملوها شو، اول حاجه اللي انا عملتها شو. هنا بالتالي الحاجات عده الشغل زي ما بقولوا في الاندستري، اهم حاجه عندك على حسب الدومين اللي انت هتشتغل فيه في الاندستري. يعني في الاندستري عندنا مثلا عندنا الار ان دي الريسيرش، عندك الديبارتمنت بتاع السيل، وعندك الماركتنج، وعندك الحته بتاعت الابلكيشن. فحول الاربع مناطق اللي ذكرتها دي يا جماعه في 22 وظيفه، ممكن تتخيل 22 وظيفه ممكن اي واحد يشتغل فيها لو هو عنده بي اتش دي في اي واحد من الوظائف دي. بالمناسبه حاجه اتكلم عنها اللي قدام بالتفصيل، لكن هنا عده الشغل اللي لنا شو قلنا شو، اهم حاجه بروجكت مانجمنت، دي اهم حاجه اللي تحت بتختلف عن نوع الدومين مثلا، او عندك الماركتنج، السيل، الديجيتال، الليدرشيب، تمام، دي الحاجات اللي احنا بنسوقها، ودي اللي بتكون بقى موجوده في شنو، في السي في بتاعنا. دكتور يعني انا سعيد جدا جدا، ورسائل طبعا الناس في الزوم كتر خيركم، لانه صراحه يعني الوقت يعني ما بنقول الوقت سرقنا، صراحه يعني استمتعنا جدا جدا، واكيد اكيد لينا عوده الاسبوع الجاي، وحنمشي نرجع للجامعه بيغن والدكتوره، وحنرجع راجعين لمدينه افريقيا، وحنرجع لتركيا وللوظيفه بتاعتك الحاليه. صراحه يا دكتور يعني لنا يعني فخر حدود السماء، يعني يعني بجد يعني يكون عندنا يعني شخصيه كده موهوبه، شخصيه سودانيه بداها من يعني
يعني من زي اي سوداني يعني بدا حياته ممكن يكون اقل يعني. فالحياه يا جماعه مليئه بالصعاب، الحياه مليئه بالنجاحات، وابواب ابواب الرزق دي يا جماعه خزائن ربنا سبحانه وتعالى دي ما بتنتهي، لكن احنا نصل لها كيف؟ هو دي الترانسفور فيربل سكيلز، ودي حنتكلم عنها الاسبوع الجاي. كلمه اخيره قبل ما نختم يا دكتور. بحب أشكرك أكيد طبعا لصبرك، وبتمنى إنه الونسة كان ونسة خفيفة ويعني مفيدة للجميع، وبشكر كل الناس القائمين على الصفحة بتاعت السودانيس ريسيرش انيشيتيف، وزي ما بيقولوا الونسة في يعني الونسة حقيقة ما بتنتهي تمام. فأنا بحب أشكر كل الناس الموجودين الليلة والناس اللي هيسمعوني، ويعني برضو زي ما بقولوا اخر رساله للناس الخارج السودان، الناس المؤهلين، اي زول حاس انه عنده حاجه حقيقيه بيقدمها، بتمنى انه يرجع حتى لو بالطريقه اللي هو شايفها، حتى لو بونسه زي ونستنا دي. دي افضل الحاجات اللي ممكن زول يخدم بيها يعني. فشكرا مره ثانيه يا دكتور ياسين، وان شاء الله نبقى على تواصل. يديك العافية، ونلتقي الأسبوع الجاي. بيني وبينك تستطيل الحوائط ليل وينهض ألف باب، بيني وبينك تستبين كهولتي وتذوب أقنعة الشباب. ماذا يقول الناس استمايل النخل العجوز سفاهة، ويعود للأرض الخراب شبغ الجروف البكر للأمطار، حين تصل في القيعان رغرغة السراب، عبرت ملامحك النظيرة خاطري فهتفت ليلتك لا تزال. مصطفى سند والحزن القديم، وشكرا جزيلا، ونلتقي الله الأسبوع يخليك، القادم إن شاء الله يا الله دكتور. يخليك، الله يخليك الله في يديك أمان الله، العافية، يلا في بارك أمان الله الله، فيك، مع السلامة. السلام عليكم. السلام.